تشاهدون الآن فدك بلس من طابق الشهيد يحيى بن أم الطويل في أرض فدك الصغرى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أخواني ومشاهدي قناة فدك وصوت العترة، وفي هذه حلقة جديدة من برنامجكم برنامج فدك بلس. حياكم الله أخ عبد الله، وحيا الله الأخوة المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة. نعم، نفتتح هذه الحلقة بفقرة مسابقة اليوم. السؤال فدك بلس. إخواني الأعزاء، السؤال: ما هو رداء الله عز وجل؟ هذا هو السؤال. نعم، إذا الإخوان يسجلون السؤال على الشاشة، سؤال الحلقة: ما هو رداء الله؟ رداء الله، ما هو رداء الله؟ ما هو رداء الله عز وجل؟ والإجابة تكون على صفحة قناة فدك على الفيسبوك وعلى التويتر، وصاحب الجواب الصحيح أو أصحاب الأجوبة الصحيحة يجرى بينهم قرعة للحصول على جائزة قيمة، وهي كتاب الفاحشة الوجه الآخر لعائشة لعنة الله عليها وعلى أبيها. إذن هذا هو السؤال: ما هو رداء الله عز وجل؟ نفتتح هذا البرنامج بفقرة وثائق مع الأخ محمد اللواتي. فدك بلس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى الشيخ الكليني قدس سره في كتابه الكافي الشريف عن أبي حمتة قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: أتبقى الأرض بغير إمام؟ قال: لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت. وروى أيضا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال: قلت له: أتبقى الأرض بغير إمام؟ قال: لا. قلت: فإنا نروي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنها لا تبقى بغير إمام إلا أن يسخط الله تعالى على أهل الأرض أو على العباد. فقال سلام الله عليه: لا تبقى إذن لساخت. وفي رواية أخيرة وروى عن أبي جعفر الباخر عليه السلام أنه قال: لو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله. ولكن ماذا يقول الخميني عن ذلك؟ هل يقول كما قال أهل البيت، كما قال المعصوم سلام الله عليه، أم أنه قد ابتدع رأيا وعقيدة جديدة فخالف فيها أهل البيت سلام الله عليهم؟ لنقرأ معا هذه الوثيقة. هذه الوثيقة من كتاب صحيفة الإمام، تراث الإمام الخميني، طبعا كما عبر الكتاب بقدس سره. وهذا الكتاب عبارة عن خطابات، نداءات، مقابلات، أحكام، وكالات شرعية، ورسائل شخصية. الجزء 15، شعبان 1401 للهجرة إلى ربيع الأول 1402 للهجرة، طبعت من قبل مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخميني قدس سره حسب الصورة الشؤون الدولية. ماذا يقول الخميني في هذا الكتاب؟ يقول هنا معنونة بعنوان ضرورة صيانة الجمهورية الإسلامية، علما بأن هذه الوثيقة هي من الصفحة 319. ماذا يقول هنا؟ يقول كما تلاحظون هنا، اللهم صل على محمد، وهذا ما يلاحظ في المدن المختلفة. واعلموا أن الإساءة إلى المراجع لن تجدي نفعا إلا إيجاد الفرقة بين الشعب، وستنتهي إلى عمل مخالف لرضا الله. إنني أطلب من كافة الشعب إذا ما رأوا مثل هذه الأمور في أي مكان أن يقوموا بتقديم النصح للشباب المنخدعين، فإذا ما رأوا أنه من المجموعات التي تخلق الفرقة والخلاف، فإن عليهم أن يسلموه للمراكز الخاصة بذلك. إلى أن يقول
وإنها تقوم بالتخطيط في الداخل والخارج حتى تقضي على هذه الثورة، أي الثورة الإيرانية، الثورة الإسلامية كما يسمونها، وعلى هذه النهضة الإسلامية والجمهورية الإسلامية، وهذا واجب إلهي. إذا إنه من أهم الواجبات التي فرضها الله، بمعنى لاحظوا معي هنا الموضع الشاهد. ذكرنا لكم الروايات التي تقول بأنه إذا رفع الإمام من الأرض لماجت الأرض بأهلها، أليس كذلك؟ لاحظوا هذه الوثيقة. إذن أنه من أهم الواجبات التي فرضها الله، بمعنى أن صيانة الجمهورية الإسلامية أهم من الحفاظ على حياة شخص واحد ولو كان إمام العصر، لأن إمام العصر أي إمام صاحب زمان أيضا يضحي بنفسه لأجل الإسلام. ما هذه العقيدة؟ هذه العقيدة تقول أن صيانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أولى بالحفاظ من حياة الإمام صاحب العصر والزمان. من أين جاءت هذه العقيدة؟ شكرا لكم جميعا، وإلى فقرة هل تعلم مع أخونا محمد أبو سلطان. السلام عليكم أخواني الأعزاء، حياكم الله. هل تعلم أن عمر بن الخطاب كان يقارع الخمر في الجاهلية والإسلام؟ هذا ما تحدث به روايات المخالفين. كان عمر بن الخطاب معاقرا أو للخمر في الجاهلية والإسلام؟ أما في الجاهلية فقد اعترف بنفسه أنه من أكثر الناس شربا لها، إذ ورد في مصدر البداية والنهاية لابن كثير يقول عمر: إني كنت لأشرب الناس لها، أي للخمر في الجاهلية. هذا المصدر موجود في كنز العمال الجزء الخامس الصفحة 505. وأما الرواية التي في البداية والنهاية فقد قال عمر: كنت صاحب خمر في الجاهلية أحبها وأشربها. وأما في الإسلام فقد كان إصراره على احتساء الخمر لا نظير له، رغم نزول الآيات المتتالية بتحريمها، وذلك باختلاقه العذر أن هذه الآيات ليست واضحة شافية في التحريم، وإنما يريد هو آية صريحة في ذلك حتى ينتهي وإلا فلا. ولذلك رووا كما في مسند أحمد في لما نزل تحريم الخمر قال عمر بن الخطاب: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت هذه الآية التي في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. قال: فدعي عمر لعنه الله فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أقام الصلاة نادى أن لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في المائدة: فدعي عمر فقرأت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون قال عمر: انتهينا. وثم رواية أخرى يرويها البيهقي وفيها: فحمل عمر إلى منزله فأتاه الطبيب فقال: أي الشراب أحب إليك؟ فقال: النبيذ. فدعا بالنبيذ فشرب منه فخرج من إحدى طعناته حينما طعنه أبو لؤلؤ النهاوندي. المصدر سنن البيهقي الجزء الثالث صفحة 113. وهنالك رواية أخرى ونختم بها، وهي تفضح عمر فضيحة ليس بعدها فضيحة، وحاصلها أن عمر بن الخطاب كانت لديه قربة فيها نبيذ فشرب منه رجل فأقام عليه عمر الحد، فاعترض الرجل قائلا: إنما شربت من قربتك. فقال له عمر: إنما جلدتك لسكرك لا على شربك. المصدر العقد الفريد الجزء الأول الصفحة 341. عودة إلى الزملاء في فدك بلس. فدك بلس. حدث في مثل هذا اليوم ولادة المحقق الحلي،
وهو جعفر بن الحسن بن يحيى الحلي، ولد سنة 602 هجرية. المحقق الحلي الذي يقال عنه المحقق إذا سكت الذاكر، إذا قال المحقق وسكت ينصرف إلى المحقق الحلي، وهو صاحب كتاب، طبعا لديه كتب كثيرة ولكن من أشهر كتبه شرائع الإسلام، اللي كان لها شروح كثيرة، أشهرها شرح هذا الكتاب الشيخ محمد حسن النجفي بكتابه جواهر الكلام، وكذلك شرح الشهيد الثاني كتابه شرائع الإسلام في مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، وكذلك لديه كتب، منها كتب المختصر النافع في فقه الإمامية، وله كذلك هذا الكتاب له شروح كثيرة، لابن فهد الحلي مثلا المهذب البارع في شرح المختصر النافع، وغيرهم من الشراح الذين شرحوا هذا الكتاب. تميز المحقق الحلي بعدة معالم أو علوم، منها هو متميز بالفقه والرياضيات كذلك، وهو شاعر كذلك المحقق الحلي. وقال فيه العلماء، قال تلميذه الفاضل الأبي وهو يحكي وروده إلى مدينة الحلة، طبعا هو من ولد في الحلة وتوفي في الحلة، في كتاب كشف الرموز، كان صدر جريدتها وبيت قصيدتها جمال كمالها وكمال جمالها، الشيخ الفاضل عين أعيان العلماء ورأس رؤوس الفضلاء، نجم الدين حجة الإسلام والمسلمين أبي القاسم جعفر ابن الحسن ابن سعيد. وقال ابن داود الحلي في رجاله شيخنا نجم الدين المحقق المدقق العلامة واحد عصره، كان ألسن زمانه وأقومهم بالحجة وأسرعهم استحضارا له تصانيف حسنة محققة محررة عذبة. وقال تلميذه العلامة الحلي في إجازته الكبيرة لبني زهرة هذا الشيخ كان أفضل أهل عصره في الفقه. وقال كذلك فيه ابن فهد الحلي عين الأعيان ونادرة الزمان قدوة المحققين وأعظم الفقهاء المتبحرين. وقال المحقق التستري في المقابس الشيخ الأعظم الرفيع الشأن اللامع البرهان كشاف حقائق الشريعة بطرائف من البيان رئيس العلماء حكيم الفقهاء الوارث لعلوم الأئمة المعصومين وحجتهم في العالمين. وقال العلامة التستري هو أول من جعل الكتب الفقهية بترتيب المتأخرين، فجمع في شرائعه لب ما في نهاية الشيخ الطوسي وما في مبسوطه وخلافه. كانت وفاته رحمه الله في صبح يوم الخميس 13 من ربيع الآخر سنة 676 هجريا في الحلة، وحمل نعشه إلى النجف الأشرف، ودفن في حرم الإمام علي عليه السلام. من أبرز أساتذته أبوه شمس الدين حسن ابن يحيى الحلي محمد ابن جعفر ابن نمة أبو حامد نجم الدين نجم الإسلام محمد الحلبي شمس الدين أبو علي فخار بن معد الموسوي سيد مجد الدين علي بن حسن عريضي تاج الدين حسن بن علي بن دربي. أما تلامذته العلامة الحلي وهو ابن أخت المحقق الحلي، كذلك ابن داود الحلي وابن ربيب آدمي وسيد عبد الكريم ابن أحمد ابن طاووس والسيد مجد ابن علي ابن طاووس والشيخ عبد العزيز ابن سرايا الحلي حسن أبي طالب اليوسفي صاحب كتاب كشف الرموز في شرح النافع،
ومحمد بن علي الكاشي وفخر المحققين، وعلي ابن يوسف الحلي أخو العلامة الحلي، ومحمد ابن شمس الدين محمد الكوفي. هذه سيرة المحقق الحلي جعفر ابن الحسن ابن يحيى الحلي الذي صادف مولده هذا اليوم 18 من ربيع الآخر سنة 602. فدك بلس. السلام عليكم أخواني الأعزاء، وتقبل الله أعمالكم، ونستكمل وياكم جولة سريعة على موقع القطرة، الموقع الخاص برؤى ومحاضرات سماحة الشيخ الحبيب. كما تشاهدون في الشاشة هذه الصفحة الرئيسية لموقع القطرة، وندخل على القسم العربي. وكما قلنا يعني الموقع بعدة أقسام: الأخبار والمقالات والمحاضرات المرئية والصوتية والإجابات ومكتب الشيخ، وهنالك أيضا أقسام أخرى أو متفرعة، يعني كإرسال سؤال والاتصال الهاتفي والبث المباشر. ولو ذهبنا إلى الأسفل يعني هنا نشاهد هذه الأخبار الآخر، الأخبار التي أضيفت بالموقع هي آخر خمسة أخبار، تجدونها هنا آخر خمسة أخبار موجودة في الصفحة الرئيسية. على الجانب هنا تغريدات، آخر التغريدات التي تظهر من حساب الشيخ الحبيب على تويتر. إن شاء الله سوف ندخل على صفحة الشيخ على تويتر اليوم، ناخذ وياكم جولة سريعة. هنا آخر المقالات، آخر أربع مقالات: لماذا نترك عائشة وقد ماتت وحسابها على الله؟ ما الذي نستفيده من الانشغال بالماضي؟ المصادر اليهودية: عمر بن الخطاب حبيب إسرائيل، ثبوت حكم خاتم النبيين صلى الله عليه وآله على عمر بن الخطاب، إنه أحمق الحمقى وأضل الضالين، وغيرها من المقالات. خلونا ندخل قسم المقالات، احنا ما دخلنا. يمكن المقالات هذه إما أخوة يعني قاموا بكتابة هذه المقالات، أو مستلة من محاضرات أو مؤلفات سماحة الشيخ الحبيب، أو هي من مقالات بقلم الشيخ الحبيب. مقالات كثيرة ويعني تتجاوز 46 صفحة، وما شاء الله من يستهويه قراءة المقالات، مقالات مختلفة ومتنوعة. وهنا أيضا فيه هنالك قصيدة: بترية ضلت وأنت مسدد في سماحة الشيخ الحبيب. هذا هو قسم المقالات. وهنا آخر المحاضرات في الصفحة الرئيسية، آخر المحاضرات، آخر أربع محاضرات كان آخرها هو مراسم تجديد رفع علم خدام المهدي عليه السلام على أرض فلك الصغرى الربيع الأول 1440، وكانت الليالي الأولى والثانية للليالي المحسنية والمسيرة الحسينية في الأربعين، وكان وآخرها هي من كتب الشيخ أو وإصدارات موقع القطرة. في الأسفل عن القطرة تجدون هنا عن القطرة: وتواصل معنا، تابعونا، والترددات وتطبيقات. عن القطرة خلنا نشوف من نحن. من نحن هي قطرة من بحار وأنهار آل البيت المصطفى صلوات الله عليهم، وبمقدار ما هي نقية وعذبة ولطيفة ورقيقة، إلا أنها بتواليها تكسر الصخرة الصماء الضخمة رغم جسامتها ووعورتها وثقلها، ذلك لأنها قطرة الحق. وأما الصخرة فهي صخرة الباطل، ولا يمكن لهذه أن تصمد أمام تلك. موقع رؤى ومحاضرات الشيخ الحبيب. تواصل معنا، هنا حسابات الشيخ الحبيب على مواقع التواصل الاجتماعي، وإن شاء الله نأخذ وياكم جولة عليها بعد قليل. التابعون أو الترددات، عفوا ترددات صفحة أو عفوا قناتي فدك وصوت العترة عليهم السلام على الهوت بيرد اللي هي قناة فدك. التردد هو 12520 فيرتيكال عمودي يعني، وعلى النايل سات 11354 عمودي.
وأما التطبيقات فهو تطبيق قناة فدك على الآيفون وعلى الأندرويد، ومن برامجنا كيف زيف الإسلام، فقه العترة الميسر، بناء شخصية المستقبل، الدورة الثانية، والحوار المفتوح. أما مواقع التواصل الاجتماعي فهي متعددة. خلنا نشوف تويتر. التويتر هذه صفحة الشيخ الحبيب الرسمية، بإمكانكم تعملون فولو إلى هذا الحساب أو الأكاونت، وهو الشيخ أندرسكور الحبيب، أو تبحثوا الشيخ ياسر الحبيب بمحرك البحث بتويتر ويظهر لكم. تابعونا على هذه الصفحة وإن شاء الله تلقون آخر تغريدات الشيخ الحبيب وآخر المستجدات. مثلا هنا كان هذه الأبيات التي أرسلها الشاعر محمد الغيثلي في سماحة الشيخ الحبيب، وأيضا رد سماحة الشيخ الحبيب بأبيات في هذا التصميم الجميل. وأيضا مثلا هنا لا تقنطوا من رحمة الله، أخواننا بقسم الرافضة ترجموا هذا المقطع إلى اللغة الإنجليزية، وبإمكانكم الاستماع إليه ومشاهدته. وهنا آخر يعني بيانات وغيرها. هذا بالنسبة إلى تويتر. أما بالنسبة إلى الفيسبوك فهو الصفحة هي باسم الشيخ ياسر الحبيب، نعم باسم الشيخ ياسر الحبيب، بإمكانكم البحث عنه بالفيسبوك، وتشوفون نفس الشيء. آخر المقاطع المرئية الموجودة في مثلا آخر مقطع كان هو قبل 8 دقائق قد نشر، شيخ الحبيب مشكلتنا مع أهل الخلاف وبعض أدعياء التشيع في مسألة الإمامة، وغيرها من المقاطع. أما صفحتنا على التليجرام فهي باسم شيخ أندرسكور الحبيب، وبإمكانكم أيضا متابعة وتشاهدون آخر المستجدات. وصفحة الشيخ الحبيب بالإنستغرام هي هذه، شيخ أندرسكور ياسر الحبيب، أو البحث الشيخ ياسر الحبيب، ولكن لاحظوا هنا مكتوب الحساب الرسمي، فسووا له فولو وتابعوا آخر، تجدون آخر الصور والتصاميم وغيرها من ما يتعلق بالمكتب. هذه إذن كانت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للشيخ الحبيب، وهي تحت إدارة مكتب الشيخ. وأيضا لدينا على الواتساب والفايبر والإيمو على الرقم 0044-799-99-7975. تواصلوا ويانا وإن شاء الله نكون في خدمتكم. هذه إذن كانت جولتنا السريعة اليوم، وننتقل إلى الأخوة الزملاء في فدك بلس. فدك بلس، قضية اليوم أخواني، اليوم قضيتنا على المقارنة بين خدمة الحجاج من قبل شرطة آل سعود وخدمة الزوار للأربعين من قبل الشرطة العراقية ومقارنة معهم. الحج والحجاج ومقامهم عند الله. روى أبا عبد الله عليه السلام: من لقي حاجا فصافحه كان كمن استلم الحجر. هذا موجود في كتاب ثواب الأعمال. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا قدم أخوك من مكة فقبل بين عينيه وفاه الذي قبل به الحجر الأسود الذي قبله رسول الله صلى الله عليه وآله، والعين التي نظر بها إلى بيت الله عز وجل، وقبل موضع سجوده ووجهه، وإذا هنيتموه فقولوا قبل
قبل الله نسكك ورحم سعيك وأخلف عليك نفقتك ولا يجعله آخر عهدك ببيته الحرام. هذا موجود في الخصال. وحتى الحيوان له كرامة إذا حج بيت الله الحرام. عن الصادق عليه السلام قال: قال علي بن الحسين عليه السلام لابنه محمد عليه السلام حين حضرته الوفاة: إنني قد حججت على ناقتي هذه 20 حجة فلم أقرعها بصوت قرعة، فإذا نفقت فادفنها لا تأكل لحمها السباع، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما من بعير يوقف عليه موقف عرفة 7 حجج إلا جعله من نعم الجنة وبارك في نسله. فلما نفقت حفر لها أبو جعفر عليه السلام ودفنها. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي ابن الحسين عليه السلام يقول: يا معشر من لم يحج، استبشروا بالحاج وصافحوهم وعظموهم، فإن ذلك يجب عليكم، فإن ذلك نعم أن يجب عليكم أن تشاركوهم في الأجر. على العموم، ثواب الحاج والحجيج جدا عظيم عند الله، وهناك طبعا من أركان الإسلام الحج، من فروع الإسلام الأصيلة هو الحج. ولكن للأسف كل من يرجع من الحج يحمل معه تجربة سيئة وذكريات تعيسة وحزينة للمعاملة السيئة الذي يلقاها من شرطة آل سعود لمعاملتهم للحجيج. أنا شخصيا حدثت معي حوادث عديدة في أثناء حجي، منها منع الحجاج من أداء شعائرهم، والمعاملة السيئة جدا لسواق السيارات إذا صار عندهم تأخير أو تعطيل للشارع، يعني ما في أي احترام للحاج. عندنا مقارنة بين معاملة شرطة آل سعود للحجاج ومعاملة الشرطة العراقية لزوار أبي عبد الله الحسين، ومقارنة بين الخدمات التي تقدم هناك والخدمات التي تقدم هنا، وعدد الحجاج سنويا وعدد الزوار سنويا، والإمكانات المتوفرة عند حكومة آل سعود والإمكانات المتوفرة عند الحكومة العراقية، بالرغم من أن الحكومة العراقية نسبة خدمتها للزوار لا تكاد تصل إلى 20% وأقل، معظم وجل الخدمات هي متبرع بها من المؤمنين ومن الأهالي البسطاء الذين ينفقون على زوار أبي عبد الله الحسين. إذن سمعتم معنا أقوال أهل البيت سلام الله عليهم في فضل الحاج والحجيج، ونرى ما كيف تتعامل حكومة آل سعود مع الحجاج. لنرى المقاطع. Allah'a emanet olun.
هذه حد المعارك مع المعتمرين. خلينا نشوف بعد المعارك الأخرى من قبل الشرطة السعودية. أنا أتعب وحسين وركب روح حبيبي روح حسبي الله ونعم الوكيل فيك روح يلا حسبي الله ونعم الوكيل فيك هذا روح يا حجي تعال هذا هناك الشرط عندهم الواحد لما يشوفه كأنه شايف واحد جلووز من جلاوزة بني أمية وبني العباس ما كأنه يعني حاطينه لخدمة الحجاج وهم مو ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام فيعاملونهم بهذه المعاملة. خلينا نشوف بعد عندي مقطعين خلينا نشوفهم بعدين نقارن مع زوار الحسين عليه السلام. هذا حاكمين سنة ونص مع جلد عشان يقول لك تدنيس المسجد النبوي الشريف. هذه طبعا القصة قديمة ولكن في بعضهم يقولون أنه عنده مرض أو يعني تبول لا إرادي وهذه الأشياء فصارت حدث معه ولأنه إيراني وهذا فجلدوه كم جلد. أنا تذكرت في أتذكر مرة في مقام في الصحن يعني في الخارج في الصحن الخارجي الإمام الرضا سلام الله عليه كنت هناك في زيارة الإمام الرضا عليه السلام وكان في واحد كذلك معوق أو شيء يعني هم حدثت منه نجاسة يعني قدر يعني استغربت بسرعة استدراك هذا الموضوع كل الأمور مع تنظيفه مع إخراجه كلها ما طولت يمكن 3 دقائق وشالوا الزولية ونظفوا وكل شيء أمامي كل الأمور حدثت يعني بسرعة قياسية ولا حكموا ولا سووا معنا يعني حكومة طاقية ولكن هذا عنده مشكلة نفسية عنده مشكلة جسدية فصار عنده هذا النوع. هذا لا حكومة وسجن كله لأنه زائر إيراني وهذا حاج يعني إيراني شو يسوي عندهم يا أما جاي زيارة يا أما جاي عمرة. خلينا نشوف المقطع الذي يليه. أنا بعشر أنا هم كلهم محرمين وما أدري من حاشين من شنو وهذا قاعد يخمط فيهم ويرجحهم وهم شاردين ما أدري شنو الموضوع ولكن في الفترة الأخيرة أخواني شوف أنا شوف عندي متابعة جدا لمعاملة العسكر في الحج والعمرة. كنت أول لما تكتب على المتصفح أو على اليوتيوب أو على أي مكان في الإنترنت معاملة العسكر للحجاج تلاقي كلها مقاطع سيئة أو سلبية لمعاملتهم ولكن بعد سقوط صدام لعنة الله عليه وبداية الخروج خروج الناس لزيارة الأربعين وبدأت الزيارة طبعا
بعمليات تفجيرية وقتل وذبح للشيعة في أثناء خروجهم شيئا وشيء تطور هذا واستتب الأمن والحمد لله في زيارة الأربعين، فرأوا آل سعود أن هناك منافس بإمكانيات لا تقارن مع آل سعود. إخوان، العراق بلد مسروق من حكومة تفكر في أحزابها وفي كراسيها وفي مناصبها، لا تلتفت لزوار وغيرها من الأمور، يعني ما تنفق الحكومة العراقية شيئا على الزوار، كلها جهود شعبية. بالرغم من إمكانياتهم وبالرغم من البنية التحتية المتواضعة عند العراق وبالرغم من ضيق المساحة، مساحة الحرم الحسيني الشريف، ولكن بهذه الإمكانيات الضعيفة فضح آل سعود وكشف عوارهم بأن أقل من يمكن 10% من زوار الحسين يأتون إلى هذه الدولة القنية، أغنى دولة نفط في العالم وإمكانيات ضخمة وإعلامية وأمن مستتب منذ مئات السنين، ولا تجد خدمات عشر معشار ما يقدمه العراقيين للزوار. لذلك الآن بالسنين الأخيرة عندما تتصفح، اكتب في اليوتيوب مثلا معاملة العسكر للحجاج، تجد مئات المقاطع التي صورت بعناية من قبل حكومة آل سعود لتلميع صور العسكر والشرطة بخدمتهم المصطنعة لحجاج بيت الله الحرام، مع أن كل راحوا رجعوا بفكرة سلبية عن معاملتهم، أمور صورني وأنا ما أدري مثل السياسيين العراقيين هل كذلك يروحون لخدمة الزوار للتصوير وللمكاسب السياسية يسوونها، ولكن تشوفون وفي فيديوهات كثيرة انتشرت، يمكن ما على السريع ما قدرت أحضر الفيديوهات، لما يحضر أحد الرؤساء ولا أحد المحسوبين على حاشية الحكم في آل سعود شلون يضيقون على الحجاج ويغلقون سواء المسعى أو المشعر الحرام في الكعبة هناك حتى للطواف، السعي أو الطواف أو حتى الرمي، شلون يضيقون على الحجاج تضييق يخنقونهم خنق حتى حضرته يحضر ويؤدي شعيرة الطواف أو شعيرة الرمي أو شعيرة السعي بيسر وسهولة على رؤوس الحجاج وعلى أذيتهم. فلذلك لما شافوا المنافسة قوية ولا توجد مقارنة بين خدمة زوار الإمام الحسين عليه السلام وزيارة أو زيارة بيت الله الحرام، نعم، فبدأوا باستدراك الموضوع وتلميع صور الحجاج. نعم أخ عبد الله، بس عندي نقطة. طبعا مع الأسف ومن المؤسف أن نرى هكذا يعني مشاهد، والله يعني تدمي القلب بصراحة، يتعاملون هكذا مع هؤلاء الناس المدنيين العزل، وأقول لهم أهكذا تعاملون أو أهكذا تفعلون في مكان قال فيه تعالى ومن دخله كان آمنا؟ أهذه من المروءة؟ أهذه من الشجاعة؟ أهذه من الأخلاق؟ ماذا أقول لكم؟ تستكلبون على أناس عزل وكأن المسجد الحرام ملك لآبائكم وأجدادكم، ماذا تفعلون؟ المسجد الحرام من حق كل مسلم، بيت الله من حق كل مسلم، يقيم الشعائر فيه، يتكلم فيه، يمارس طقوسه بأريحية، يصلي كيفما يريد، مو بكيفكم أنتم
تمسكون المسجد الحرام وتفرضونه فيه مذهب ابن عبد الوهاب وابن تيمية الممتد إلى جذور السقيفة وما أشبه، مو بكيفكم. المسجد الحرام ملك لنا نحن الشيعة أهل البيت عليهم السلام بالمعنى الخصوصي. أنتم مسيطرين على المسجد وكأنما يعني تتوقعون ما راح يجي يوم ونكنسكم كنس من هذا المكان الطاهر إن شاء الله مع حضور ولينا صلوات الله وسلامه. نعم عليه. احنا بالأول كنا مفتكرين أن المضايقات فقط للشيعة وداية مشاعرهم في هذا المكان الطاهر، ولكن المضايقات كذلك للبكريين، وكذلك أعرف كذا شخص رجع من الحج بنظرة سلبية من البكريين. والأصوات بدأت في الفترة الأخيرة لتدويل مكة والمدينة من قبل البكريين، حكومة اندونيسيا وتركيا وغيرها من الحكومات الإسلامية اللي طالبت بتدويل مكة والمدينة، ويقولون أن تنظيم آل سعود لهذا المكان غير مؤهلين لهذا التنظيم، ولا ليس لديهم مساواة، وكذلك يستغلون هذه الشعيرة لمكاسب سياسية، فيمنعون تارة دولة معينة لمقاطعتهم السياسية معهم، ويقللون حصص الحج من دولة أخرى، يضيفون رسوم على حصص دولة أخرى، طبعا يحتكرون لجيوبهم الخاصة الطيران والمسكن والخدمات الموجودة، طبعا مقسمة بين أسرة آل سعود. هذا طبعا اللي يدخل عليهم المليارات سنويا، يمكن ثاني مصدر لآل سعود بعد النفط هو السياحة الدينية والمليارات التي يتقاسمونها آل سعود. لذلك صارت مشكلة، أتذكر في لما تصير توترات سياسية بين دولة الثانية، حتى يا جماعة قبل فترة طلعت أخبار أو خرجت لنا أخبار متفرقة عندما صارت حادثة التدافع عند منى، وأجريت خلالها تقرير قبل 5 سنوات تقريبا لما صارت حادثة التدافع في منى وقتل المئات يمكن، ومن ضمنهم يعني الناس شكوا، لأن من ضمنهم كان هناك عالم نووي إيراني أو ناس يشتغلون في السياسة الإيرانية، قتلوا صدفة في هذا التدافع. فما أدري شنو صحة هذه الأخبار، لأن أنا كان عندي صديق في مكة متشيع، فقال مو أنا صراحة ما أشك في هذا الموضوع، اتصل على البث المباشر وقال لي لازم تتأكدون من خبركم. ولكن إخواني، مع هذه الإمكانيات المليارية ومع قلة الحجاج بالنسبة للزوار، ولكن تجد حوادث تدافع، حوادث اختناق، أمور كثيرة، حتى صارت أمور سقوط من الأعلى، سقط حاج عراقي من الأعلى من الحرم، حتى في بعض المصادر يقولون أنه هو دفع من فوق، ولكن مو متأكدين من هذه المصادر. وغيرها من الأمور التي حدثت من في تنظيم الحج، اللي دفع حكومات بعض الدول لتحذير حجاجها من، طبعا تحذيرهم من الاقتراب من أماكن معينة، والواحد صراحة صار يروح للحج وهو خايف على نفسه. أنا السنة اللي رحت فيها سنة 2004 كذلك صار هناك تدافع في منى وقتل ناس في هذا المكان. ولكن بالمقابل تجد زوار الإمام الحسين عليه السلام يأتون بالملايين من كل حدب وصوب، من كل دول العالم يأتون مشيا، يأتون مشيا من أماكن بعيدة، طبعا يأتي طبعا بالطيران، ينزل في أي مطار ويروح مشي، أو سيارة توصله إلى نقطة معينة ويكمل مشي سير على الأقدام. ولكن ماذا يجد من خدمات؟ كل أنواع الخدمات، من خدمات طبية، من خدمات تقنية، حتى تلفونات يعطونهم، انترنت يعطونهم، مساج تدليك يسولهم، مبيت، الأكل والشرب، هذا طبعا حدثوا ولا حرج ما شاء الله يعني. ولكن احنا اليوم نتكلم مو على هذه الخدمات اللي تقدم للزوار، انت قد تتكلم على دور الشرطة العراقية والجيش العراقي
اللي كل فصيل كل كردوس كل لواء كل سرية مسوي لهم موكب معين تدافعين متحاططين بينهم على حسابهم طبعا مو على حساب وزارة الدفاع لا على حسابهم مساكين كل مجموعة مسوي لهم خدمات موكب الكردوس الفلاني موكب الشرطة الفلانية موكب اللواء الفلاني حتى هذول لهم دور في الخدمة اخواني من وين جابوا هذه هذولا أهل الشيعة في العراق من وين جابوا هذا الكرم ومن وين جابوا ثقافة خدمة زوار الحسين عليه السلام من روايات أهل البيت سلام الله عليهم ومن فضل اللي ذكروه أهل البيت سلام الله عليهم في خدمة طبعا في خدمة الناس وفي خدمة الحجاج كان الإمام زين العابدين سلام الله عليه لما يروح للحج يروح كادر لخدمة الناس عندي روايات من أهل البيت سلام الله عليهم بخدمة الناس هذا اللي تعلموه أهل البيت تعلموه الشيعة لخدمة الناس عن أمير المؤمنين عليه السلام قال تنافسوا في المعروف لإخوانكم وكونوا من أهله فإن للجنة بابا يقال له أهل المعروف لا يدخله إلا من اصطنع المعروف في الحياة الدنيا فإن العبد ليمشي في حاجة أخيه المؤمن فيوكل الله به ملكين واحد عن يمينه وآخر عن شماله يستغفران له ربه ويدعوان له بقضاء حاجته كلمات كثيرة أهل البيت سلام الله عليهم من ضمنها كلام أمير المؤمنين من اصطنع المعروف نعم يقول هناك يقول نعم في روايات كثيرة قال الله عز وجل الخلق عيالي فأحبهم إلي ألطفهم بهم وأسعاهم في حوائجهم والباقر عليه السلام يقول لئن أعول أهل بيت من المسلمين أسد جوعتهم وأكس عورتهم فأكف وجوههم عن الناس أحب لي من أحج حجة وحج يعني حج حجة وحجة مثل ومثلها ومثلها يعني شوف يقول أنا حج حجة وحجة ومثلها ومثلها حتى بلغ عشرا ومثلها ومثلها يعني قاعد يكرر أنا أحج حجة وحجة 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 ومثلها 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 حتى بلغ عشرة حتى بلغ سبعين قاعد يكرر الإمام كلمة حجة إن يصطنع المعروف وعن مولانا الكاظم عليه السلام إن لله عبادا في الأرض يسعون في حوائج الناس هم الآمنون يوم القيامة وقال الباقر عليه السلام من سعى في حاجة أخيه المسلم طلب وجه الله كتب الله له ألف ألف حسنة وغيرها من الأمور أخ عبد الله بس رواية بهذا الصدد في خدمة سيد الشهداء صلوات الله عليه عن الإمام أبي عبد الله صلوات الله عليه قال ينادي مناد يوم القيامة أين شيعة آل محمد صلى الله عليه وآله فيقول فيقوم عنق من الناس لا يحصيهم إلا الله فيقومون فيقومون ناحية من الناس ثم ينادي مناد أين زوار قبر الحسين عليه السلام فيقوم أناس كثيرون أو كثير فيقال لهم خذوا بأيدي من أحببتم وانطلقوا بهم إلى الجنة فيأخذ الرجل من أحب حتى أن الرجل من الناس يقول لرجل يا فلان أما تعرفني أنا خدمت هذا زائر الحسين صلوات الله عليه أنا الذي قمت لك يوم كذا وكذا فيدخل الجنة لا يدفع ولا يمنع فهنيئا لزوار الحسين نعم. وهنيئا للذين هذول البكريين ما عندهم ثقافة خدمة الضيوف أو خدمة الحجاج ما عندهم هذه الثقافة أنا أتذكر في أخت متشيعة أصلها جزائري وهي كانت تسكن في مكة كانت استغربت من عملها لما كلمتني قالت أنا هي أصلها من الجزائر تقول أعمل سندويشات وأروح إلى مطار جدة كل سنة وانتظر طائرة الحجاج الجزائريين ويأتون ما أحد يستقبلهم ولا يحسون مقامهم منهم كحجاج فأعطيهم السندويشات والقهوة والبارد
زين، فشوي يحسون ان في واحد باستقبالهم. هذه سبحان الله الله هداها للتشيع. انا استغربت قلت له انت من وين عرفتي هذا؟ قالت والله من الفطره، يعني اشوفهم حجاج يجون واعرف انه ما يقدمون لهم خدمات، فكله مع عندها هي خدامات، فتقول نسوي يعني 500 سندويشه كذلك زين، ننتظر بالمطار فنوزع الشاي والقهوه والبارد والماء وسندويشات على الحجاج الذين ياتون من الجزائر. فقلت لها سبحان الله هذه عمل تقوم فيه قبل موضوع من زمان قديم، قبل لا يصير خدمه زوار الحسين عليه السلام بالوضع الحالي وقبل لا يسقط الصنم زين، ولكن كثقافه شعب ما عندهم هذه الثقافه. يعني واحد يفتح بيته مثلا لاستضافه الحجاج مثلا، ما في هذا الشيء زين. اصلا الفنادق ترتفع لاعلى اسعار في هذا الموسم اذا حصلت حجز اصلا، ولكن طالع العراقيين يفتحون بيوتهم حتى اذا ما فتح بيته يحط له مكان لاستقبال، ويعني تصير معركه على من الذي يستضيف زوار ابي عبد الله الحسين. خل نرى مقاطع من خدمه الشرطه والجيش العراقي لزوار ابي عبد الله الحسين. يا غالي روح 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 حرام ما يجوز يا حاج، الله يرضى عليك، حرك يا حاج على مستلفة ما يجوز ما يجوز حرام الله فوق ما في حجر، هذا حجر ما ينفع، الله فوق الله فوق سما سما الله ما في حجر، هذا حجر بس عشان يعرف جبل موجود ما في الله موجود الله فوق هذا حرام سوي حرام ما يجوز الرسول ما سوي كذا يلا مشينا ها. طبعا انا كنت بطلع مال الشرطه العراقيه، نسيت في مقطع لحد الان ما عرضناه، هذا يقول الله فوق الله فوق زين. طبعا احنا عندنا هم الـ يعني الوقوف في عرفه ما عندنا هذا الشيء ان واحد يصعد فوق، وهذه نفس الشيء هو الكلام اللي يقوله صحيح، ولكن طريقه يا اخوان حاطين شرطي ويدز الناس وهذه خذ تفهمونهم وخلاص تروحون، يعني مو لهالدرجه ان واحد شرطي يدز الحجاج ويوخرهم غير موضوع. تعرفون موضوع هذا يتكلم عنه الاخ علي اللي هو حج يا حاج حج يا حاج لا تشرك يا حاج، انا موجود كنت في زياره رسول الله صلى الله عليه واله، ومخلينهم معطين ظهرهم لقبر الرسول صلى الله عليه واله وماسكين بيدهم نفس السجاده حتى يدفعون الناس فيهم. عاد هذول الافغان متعافين شويه وما يعرفون عربي، فيجي يشلب بالشباك وهذا يظل يطق فيه وخره ما يوخر زين، يظل مشلب فيه زين. مو هذه طريقه، شنو قاعد تاذيهم؟ لا تاذيهم، هذا يقول الله فوق الله فوق. زين انت الحين شرطي مخلينا هو اللي قاعد يحث الناس ويوخرهم، شرطي شغلته غير هذا الموضوع زين. عندك اضافه؟ اي نعم تطلع العراقيين كذلك العراقيين. اي نعم الاخوه يعني ينقلون اللي يروحون للأماكن المقدسة في مكة وخصوصا في المدينة المنورة عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، فيقولون لا تشرك يا حاج، لما شخص يوقف على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله يا رسول الله يا محمد يتوسل بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله لا تشرك يا حاج، هيئة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. فهذه يعني معلومة بسيطة بس هذا أنقل لكم رواية موجودة في سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد السادس للألباني. ماذا يقول اخوان الالباني ينقل روايه يقول والذي عن رسول الله صلى الله عليه واله يقسم رسول الله يقول والذي نفس ابي القاسم بيده لينزلن عيسى ابن مريم اماما قسطا وحكما عدلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليصلحن ذات البين وليذهبن الشحناء وليعرضن عليه المال فلا يقبل
ثم لئن قام على قبري فقال يا محمد لأجبت. عيسى صلوات الله عليه ينادي يا محمد. وأنتم أيها الحمير الهائجة وعذرا على هذه الألفاظ لكن الوهابية حمير تمنعون زوار قبر سيد الشهداء عفوا زوار قبر رسول الله صلى الله عليه وآله من التوسل بخير خلق الله نبيهم صلى الله عليه وآله. نعم أخ عبد الله هذا الملاحظة اللي حبيت أذكرها. نعم الآن ننتقل إلى خدمة الشرطة العراقية والجيش العراقي لزوار أبي عبد الله الحسين. خلينا نشاهد أول المقاطع. بعالم البر وقعونا سجل تثبيت الذمم شيعة وحسينا ودمنا نبقى للغير القمم نبقى للغير القمم ودرسونا الطف عقيدة بها نفخر عالأمم ودرسونا الطف عقيدة بها نفخر عالأمم تصرخ بدم المناحر بس علي الحق والقيم تصرخ بدم المناحر بس علي الحق والقيم منها عرفنا يا حسين مركز شرفنا أعلى أعلى يا حسين منها عرفنا يا حسين أنا بيك مركز شرفنا يا حسين بطفو الحسين ثبتت أعظم قضية ما هو لي إلا علي الحميد بالذر عهدنا يا حسين وبي معتقدنا بالذر عهدنا يا حسين وبمعتقدنا يا حسين دم الحسين دم الحسين اللي من ذنب الغاضر حسيني ماكو ولي إلا علي بالذر عهدنا يا حسين بالذر عهدنا يا حسين احنا انصارك كتبنا دنيا تكوين النطف وشرفونا بهالعقيده باعظم واشرف شرف باعظم واشرف شرف منها حطينا عمرنا بعالمك اهل الكنف منها حطينا عمرنا بعالمك اهل الكنف وقمه الحب والسعاده دمنا لو لجلك نزف وقمة الحب والسعادة دمنا لو لجلك نزف بالدم كتبنا يا حسين هذا دربنا فدوى صوتك بالدم كتبنا يا حسين هذا دربنا يا أنصارك احنا ونفخر بهاي الهوية ماكو ولي إلا علي أنصارك احنا ونفخر بهاي الهوية ماكو ولي إلا علي الذار بالذار عهدنا يا حسين بمعتقدنا يا حسين بالذر بالذر عهدنا يا حسين العالم الذر وبمعتقدنا يا حسين دم الحسين اللي هدف الغاضرية ماكو ماكو ولي إلا علي حق الحمية بالذر بالذر عهدنا يا حسين عشيق عابس أخذنا ومن وهاب أروع درس من عشيق عابس أخذنا ومن وهاب أروع درس نمشي على الموت بإرادة وللشهادة نلتمس وللشهادة نلتمس شاهد التاريخ إن وتشهد الجن والإنس فجرونا وصحنا فدوة روح لحسين النفس فجرونا وصح خدمة حسين هويتي وشرف عدواني ما نسيت حبيبي ولا ينساني خدمة حسين هويتي وشرف
خادم والخدامة تاج راسي وهبتي وافتخاري بهالهوية وقعتها بدمعتي من خدمته. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا زهراء، لبيك يا عباس. اهلا وسهلا بزوار يا ابا عبد الله، موفقين ان شاء الله، ماجورين قدامكم ابنائكم في الحج. ما يعني الصراحة الواحد يعني ما يقدر يجاوب، ويعني مقارنة ظالمة إذا تبي تقارنهم، أصلا ما يتقارنون. في ناس يعني لأذية الحجاج، وفي ناس لخدمة حتى شنو هذا؟ شنو طلع لنا هذا؟ هذا من وين نازينا؟ هذه فلوس أفريقية صح؟ على العموم تقدر تتكلم أنا. أم أخواني الأعزاء، كما شاهدتم ورأيتم كيف يرحب هؤلاء الأبطال ويعني يستقبلون زوار سيد الشهداء صلوات الله عليه. وحقيقة يعني أنا أوجه رسالة إلى الوهابية، أو بين قوسين يعني هيئة الأمر المنكر والنهي عن المعروف بما يسمى السعودية. أقول لهم تعلموا هذه يعني العبر، وشاهدوا شيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كيف يعاملون زوار سيد الشهداء، وطبقوا هذا أو هذه النقاط من الخدمة ومن يعني بكل انواع الخدمه التي يقدمونها، يعني حاولوا تطبقونها على. بس اسالك سؤال، منو اشهر ناس بالمواكب بالعراق؟ يعني اشهر منطقه السماوه؟ ما اقدر اظلم، ان شاء الله كلهم يعني يصير منافسه. ذلك يزعلون اذا قلت ناس ممكن يزعلون. مثلا نقول ناس منطقه مثل السماوه مثلا، نعم، نشيل اهل السماوه كلهم، نعم، ونوديهم مكه، نعم، ونقولهم نقولهم انتم تديرون الحج، يعني الحج ما يديرون اهل سعود، يديرون اهل السماوه مثلا. نعم. تعتقد ينجحون فيه؟ والله أنا أضمن لك. من هنا يعني نقدم اقتراح لأهل السماوة، ولأهل السماوة إذا يوافقون طبعا ما يقولون لا، ما أكيد. يقولون يصير إيه؟ يأخذون، أو شلون يطلعون مجموعة من أهل السماوة أو من أهل كربلاء مثلا، يطلعون يعطون دورات. نعم، يعطون دورات حق هذولا لخدمة الحجاج. نأخذ اتصال من الجزيرة. أبو عبد الله السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل. عندي مداخلة بسيطة بس. تفضل. زميلك علي وتكلم عن مسألة مكة المكرمة. نعم. ويقول ان الروافض ما يدخلونها. الحقيقة ان بلاد الحرمين فتحوا الباب للروافض مع انهم نجس ولا يجوز دخولهم، ودخلوا وافسدوا. يريد الان يطبق الان مبادئ بن سبا، يقول يريد لنا شعيرنا الخاصة. انتم لكم دين خاص اصلا، دين اتيت به من ابن ابي سبا، ما لا علاقه لكم بالاسلام اطلاقا. وادعائكم لاهل البيت هو حقيقه ادعاء النصارى في عيسى عليه السلام، فلا يمت لكم. زين هذه بس ابو عبد الله خلنا نتكلم بس بقول لك شغله، هذه ضدك مو معاك، ان اذا شلون حكومتك تسمح للانجاس يدخلون مكه؟ أنا أقول كلنا بدنا حرمين تسهلوا معكم، شلون تسهلوا؟ هذه شيء يعني أنتم يصير تخلون مثلا اليهود نتنياهو يدخل مثلا؟ ما
لا لا القضيه يدعون الاسلام ونحن ولا على ادعائهم انت تقول ما لهم يقول ما لهم دخل في الاسلام لا لا حقيقتهم حقيقه الروافض لا يمتون الاسلام يخوش ليش يعني ليش دخلوهم هذه شغله ضدكم مو معاكم يعني مو فضيله طيب دقيقه لو بيدي انا والله ما يدخلون الروافض الا على الجسد يعني زين خوش يعني انت احسن من حكامك حكامك فاسدين لا 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 لان يدخلون يدخلون فاسدين لا 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 اخاف ليش تخاف خفت ان لما تكلمت على حكامك يا جبان لا ما خاف خواف انك طقوع اسمعني نكمل شوف اسمعني لا انا اريد اتكلم الان عن اهل البيت اللي تدعونهم هل تعلم ان بنات علي رضي الله عنه لم يتزوج شيعي واحد وتحداه انت وين نطيت انت ما تربط اربط عند مكه وين رايح انت هناك اربط يا اخوك اربط اقعد اقعد وين رحت هناك انت الحين جاي تتصل على موضوع تكلم انه انت وما عندك انت بعرف انت عمرك ضيفت لك احد ببيتك كيف عمرك ضيفت احد يعني ذبحت لك ذبيحه حق واحد جايك يا رجل انت لا تشتت الموضوع انا اتكلم انت الحين انت عندك كرم يعني عندك اهلك وعند عشائرك وعند اجدادك عندكم كرم عندكم ضرب كرم الضيف يجيكم ضيف حتى لو ما تعرف دينه ولا تعرف له تذبح له وتكرمه عندك هذه الثقافه طيب اي هذول مو نايس ضيوف الله عندكم خلي الشيعة البكريين اللي جايين من الجزائر من باكستان اللي من الكويت البكريين عمرك ضيفت لك احد اساس انه حاج استقبلتوه مثل ما سووا هذول الناس لا ما تستقبل ما عندكم ناس جعوص انتم ما عندكم هذه نستقبلهم بالورود ونودعهم اي ورود لا ورود لا بطيخ ولا تبن تودعونهم لا تعطوهم ولا حتى جت طيح الله حظك وحظ حكومتك والله خلي ولي احطوا اي نعم يقول فتحوا باب الروافض والروافض نجس ما يستحي على وجهه ما عندك انا اعطيت بس بشوف شنو ترى هو نمس ترى سبنا وسكر تليفون اليوم شويه زين اليوم شنو طيحنا حظه شويه نعم عاش سيدك هو هذا ما عندهم يعني كلام يجيك يقول لك الروافض ما يمتون الاسلام بالصلاه هو هذا موضوعنا ويبي يدخل علي ابن ابي طالب زوج بناته وما ادري شنو يبي يشرق ويقرر هي اذا على الادعاء كلنا نقدر ندعي صح ولا لا؟ نقدر ندعي شنو الروافض ما يمتون الاسلام بالصلاه؟ منين جبت هذا الكلام؟ اصل الرافضه اصل التوحيد اصلا هو عند الرافضه. طيب كيفك تتكلم كلام؟ انا ما اريد اشتت الموضوع وتتبعثر يعني الاوراق بصلب الموضوع هذا. ولكن انت جيت بينت للناس جهلك وبينت للناس مثل ما قال الاخ عبد الله خوفك وجبنك. اذا كنت كما تدعي اننا يعني كما وصفت انجاز فلماذا يدخلوننا في مكه كما تقول يعني؟ على حكومتك ما قدرت تتكلم كلمه واحده على حكومتك. حتى تعرف انت شنو الجبن اللي هو انا يعني لما حصرته موضوع مهرج قلت له انسى موضوع الشيعة نعم قلت له اخو هذول الافارقه المساكين اللي يجون زين اللي ما يعرفون شيء الاندونيسيين الاتراك اللي ناس مو شيعة اجوا سويتوا لهم مثل ما سووا زوار الحسين عليه السلام اللي يجون بالله بذمتك الحين هذول نفسهم الخدام الحسين عليه السلام اللي بالشوارع يسألون واحد انت بكري ولا انت شيعي ولا انت يهودي ولا انت صابي ولا انت نصراني اجوا من كل حدب وصوب يزورون الامام الحسين عليه السلام وهو على اعتاب اللي هناك وحتى في مواكب في ناس من كثر ما شافوا هذه الخدمه المقدسه في بعض شركات اللي عندها عمال كوريا الشماليه بالعراق اعتقد بالناصريه وبالبصره زين سووا موكب كوريا الشماليه لخدمه الزوار يعطون ماي زين ما ادري شنو دخل عبد الله بن سبا بالموضوع ما ادري شنو دخل يعني جاب قام اولاد بنات الامام علي عليه السلام شنو جاب هذا على الموضوع انا راح نرجع معاكم الى فقره لك الهاتف بعد ما نكمل فقرات البرنامج والفقره القادمه هي فقره مع الخارطه جاهزه الفقره اخواني ولا مو جاهزه على ما يجهزونها فدك بلس جاهزه ها ورحمة الله وبركاته حياكم الله أخواني مع فقرة الخارطة فقرة الخارطة اليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن دولة من الدول الإفريقية وهي دولة نيجيريا نيجيريا تقع في غرب أفريقيا وهي أكبر دولة أفريقية من ناحية التعداد السكاني بحسب الإحصائيات الموجودة على الإنترنت فإن عدد سكان نيجيريا يتجاوز 182 مليون نسمة
مساحة نيجيريا تقريبا 923,000 كيلومتر مربع، وعاصمتها هي أبوجا، واللغة الرسمية لهذه الدولة هي اللغة الإنجليزية. طبعا هنالك إحصائيات تقول أن عدد الشيعة في نيجيريا يتجاوز 15 مليون شخص. هم متفرقون ومنتشرون في أرجاء نيجيريا، وبطبيعة الحال الرافضة لهم وجودهم وتواجدهم في نيجيريا. وأعلن شخص واحد على البث المباشر، أعلن عن تشيع على يد سماحة الشيخ الحبيب، وهو الأخ أبو أحمد من نيجيريا. وطبعا قبل أن نستمع إلى الأخ أبو أحمد وكيفية وقصة تشيعه، أقول أن حتى أن الرافضة لهم تواجد، وأيضا حتى مفردات الرفض والبراءة من أبي بكر وعمر منتشرة هناك. وأذكر قبل عام تقريبا أو عام ونصف، حينما نشرنا على مواقع التواصل الاجتماعي للشيخ الحبيب في تلك المنصات، نشرنا تداول مفردات الرفض على العملات، فكان هنالك تجاوب من الأخوة في نيجيريا، ونشروا لنا أو أرسلوا لنا تلك الصورة، وهي إذا بالإمكان الأخوة بالكنترول يعرضوا الصورة، وهي عملة نيجيريا ومكتوب عليها رواية، وهي عن الإمام علي السجاد عليه السلام، قال أبو بكر وعمر كافران، كافر من أحبهما. كان هنالك مشاركة واسعة، وكان يعني تفاعل كبير من الأخوة في مختلف دول العالم ومن ضمنها نيجيريا. كان هنالك يعني الكثير من أرسلوا لنا، من ضمنهم الجزيرة المحمدية والكويت والبحرين وعمان والإمارات واليمن والعراق وإيران ومصر والمغرب وتونس، سوريا، لبنان، تركيا والسويد وبريطانيا وبولندا وألمانيا وأمريكا. جميعهم هؤلاء وبأعداد كبيرة يعني من كل دولة أرسلوا لنا صورة من تلك العملة، تلك الدولة، وعليها رواية من روايات أهل البيت عليهم السلام، من ضمنها التي أرسلنا أو التي عرضناها قبل قليل. لنستمع إلى قصة أخونا أبو أحمد من نيجيريا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، كيف أنتم وكيف كل شيء؟ الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونشكره، بارك الله بكم. أنا فيكم أبو أحمد من نيجيريا، اشتاقني الشيخ إبراهيم الغزكي، ولكن تعلمت البراءة من عندي، جزاكم الله خير يا شيخ المبجل. الحمد لله. أنا أعلن براءتي لأعداء أهل البيت، وفي بلدنا نيجيريا هنا لنا بعض الإخوان الذين تشيعوا من يدي وتعلموا البراءة من يدي، ولكن أريد أن أبدأ ببراءتي لأعداء زهرة سلام الله عليها، وبعد ذلك سوف يتبع بعض الإخوان إخواننا في نيجيريا لكي يؤمنوا براءتهم لأعداء أهل البيت. ونحن متابعين لقناتكم، فجزاكم الله بالخير يا شيخنا. حفظكم الله، أدخلت السرور على قلبنا، جزاك الله خير الجزاء، وثبتك الله ومن معك على الولاية والبراءة، الولاية لأولياء الله والبراءة من أعداء الله، فذلك أمر عظيم. ما شاء الله. تفضل تفضل أخي أبو أحمد، معكم سماحة الشيخ الحبيب، تفضل. قل على بركة الله. اجتمع حبي أهل البيت عليهم السلام في قلبي، وحبي أبي بكر وعمر وحفصة وما إلى ذلك، ولكن بعد سماعي قناتكم
الحمد لله الآن كنت بريء من هذه الخزعبلات لهذا أبو بكر وعمر وما إلى ذلك. الحمد لله على هذا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمد وإن شاء الله نحن كنت نعلن في بلد الله كثير جدا. بارك الله بك. بارك الحمد لله بك. ثبتك الله. إذن كانت هذه قصة أخونا أبو أحمد من نيجيريا، عرف الحق فاتبعه بحمد الله تعالى، ورغم أن هنالك مضايقات شديدة على شيعة نيجيريا من قبل الحكومة والجيش هناك، هنالك يعني مضايقات جدا وصلت إلى القتل، ولكن بحمد الله التشيع ينتشر في نيجيريا، و هو ليس في نيجيريا وإنما في العالم كله، حتى بتلك المضايقات والقتل والقمع، إلا أن التشيع ينتشر، وحتى الطوائف الأخرى تتشيع بحمد الله تعالى أو أبناء هؤلاء، وهي يعني كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: بقية السيف أنمى عددا وأبقى ولدا. هنالك أيضا خبر يخص شيعة نيجيريا، كان قبل أسبوع تقريبا أو أكثر منظمة Human Rights Watch، أي منظمة حقوق الإنسان، طالبت السلطات النيجيرية بملاحقة الجيش أمام القضاء لأنه أفرط مرارا في استخدام القوة ضد المتظاهرين الشيعة. فرغم كل ذلك إلا أن التشيع بحمد الله تعالى ينتشر في نيجيريا. إن شاء الله نلتقي وإياكم غدا في مع دولة أخرى ومع متشيع آخر. عودة إلى الزملاء في فدك بلس. فدك بلس. حياكم الله أخواني الأعزاء، تسمعون دائما تهريج الوهابية على الشيعة أعزهم الله، تعالوا لنرى الهراء فيما يقولون. لو ذهبنا أخواني الأعزاء إلى كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية، الدرر السنية في الأجوبة النجدية في الجزء الرابع عشر، الصورة موجودة عند الكنترول إذا يستطيعون أن يعرضوها على الشاشة كي يراها الجميع. الدرر السنية في الأجوبة النجدية في الجزء الرابع عشر في الصفحة 375، إلى أن يقول: ولا ينبغي لأحد من الناس العدول عن طريقة آل الشيخ، هو يقول رحمة الله عليهم، ومخالفة ما استمروا عليه في أصول الدين، فإنه الصراط المستقيم الذي من حاد عنه فقد سلك طريق أصحاب الجحيم. أخواني الأعزاء، كما رأيتم هذا الهراء من الوهابية، وأنا أتساءل بعدما سمعتم كلامهم، هل قول النبي صلى الله عليه وآله أني تارك فيكم الثقلين، هل قال النبي صلى الله عليه وآله أني تارك فيكم الثقلين ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وآل الشيخ؟ حتى يدعي هؤلاء المبطلون هذا الكلام. أخواني الأعزاء، وقد قال الشيعة ولا ينبغي لأحد، شاهدوا كيف قال هؤلاء وكيف قال الشيعة أعزهم الله: ولا ينبغي لأحد من الناس العدول عن طريق آل محمد عليهم السلام، ومخالفة ما استمروا عليه في أصول الدين، فإنه الصراط المستقيم. وبقولهم هذا قام الدليل والبرهان من كتب العدو قبل الصديق. ومع الأسف الشديد أصبحوا كفارا زنادقة، أصبح الشيعة كفارا زنادقة يستحقون الذبح والقتل عند شرذمة تدعي زورا أنها من المسلمين. ننتقل أخواني الأعزاء إلى الفقرة في فدك بلاس مع الأخوة الأعزاء. فدك بلس. هنالك تعليق جميل لأحد المؤمنين، حيث كما تعلمون أن الماكينات الإعلامية لكلتا الجهتين البكرية والبدرية
تعملان على إخفاء الحقيقة عن أعين الناس، ولكن ما هو أو ما هي هذا التعليق أو ما هو هذا التعليق؟ دعونا نشاهد هذا التعليق ثم ننتقل إلى خطوة أخرى أو إلى كلمة أخرى. كما تلاحظون هذه التعليق مأخوذ من صفحة أو من مقطع من مقاطع اليوتيوب لسماحة الشيخ ياسر الحبيب حفظه الله، وهو يتكلم عن حدية الإمام الحسن عليه السلام مع أعدائه أي معاوية والمغيرة ومن لف لفهم. في هذه التعليقة يقول المعلق: الله يا شيخ ياسر، الله، لم أشعر بالوقت وأنا أستمتع بمحاضرة عن طبط الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله البطل المظلوم سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسن المجدبى عليه السلام، وكنت أتوقع لأسمع نهاية تأديبه لرؤساء النفاق وأعداء النبي وأهل بيته عليهم السلام مغتصبي حقهم الشرعي من الله تعالى، فلماذا قطعتها؟ طبعا المعلق لا يعلم بأن هذا مقطع مأخوذ من محاضرة كاملة، ولذلك كتب فلماذا قطعتها، ولا أدري أين أجد تكملة الحلقة هذه، أخبروني يا رقم بالله عليكم، يعني أي رقم المحاضرة. طيب الله أنفاسك يا شيخ ياسر، يا من وضعت النقاط على الحروف وأظهرت حقيقة بطولة وبلاغة الإمام الحسن عليه السلام الذي حاول الأعداء النيل منه، شكرا لك، أثلجت قلوبنا ونطالبك بالمزيد من المعلومات عن واقعة هذه وغيرها، شكرا. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والحقيقة لم تكن واضحة للعيان بعد، عفوا، خصوصا فيما يتعلق بالإمام الحسن عليه السلام، لأن البدرية ودعاة الوحدة المزيفة أظهروه بمظهر أنه يعني لا يرد على أعدائه من رموز الأعداء كمعاوية ومروان والمغيرة وغيرهم لعنهم الله. سنعرض لكم هذه الفيديو التالي لسماحة الشيخ ياسر الحبيب حفظه الله وهو يقرأ من رواية مروية في الاحتجاج للشيخ الطبرسي أعلى الله مقامه، الجزء الأول الصفحة 401. إليكم هذا الفيديو. أولا الإمام الحسن رد على من؟ على عمرو بن عثمان، عمرو بن عثمان بن عفان، هذا كان حجال حجاية فيها شوية نيل وذم لأمير المؤمنين عليه السلام. فشوف الإمام الحسن ماذا أجابه؟ قال: أما أنت يا عمرو بن عثمان فلم تكن للجواب حقيقا بحمقك، أنت ما تستاهل، أنت واحد أحمق تلهث وراء الدنيا وراء المال وراء جمع الأموال، أنت مو حقيق، لست جديرا بأن أرد عليك. إنما مثلك مثل البعوضة يهزأ به، إنما مثلك مثل البعوضة إذ قالت للنخلة استمسكي فإني أريد أن أنزل عنك، فقالت لها النخلة: ما شعرت بوقوعك فكيف يشق علي نزولك. يقول يعني أنت بالنسبة إلنا أنت بعوضة جاي تتحرش بينا، أنت منو وجاي هسه تهدد وما أدري كذا. أنا هو شوية مهدد يعني، قال ترى إحنا بيننا وبينكم ثار ودم وكذا، مضمون كلامه كان، عرفت شلون؟ فيقول احنا انت مثل بعوضة على النخلة ده تهدد، تقول ترى استمسكي ها يعني انا اريد انزل عنك يعني. النخلة قالت: انا ما حسيت بيش اصلا حتى حطيتي علي، متى حسيت بي حتى استمسك حتى تروحين عني؟ فانت يلا روح ولي، انت بعدك كتكوت صغير ما مرد عليك. واما انت يا عمرو بن العاص، اي هذا واحد رأس كبير من ذول السفلة، هذا يراد له تأديب عدل. وأما أنت يا عمرو بن العاص الشانئ اللعين الأبتر فإنما أنت كلب. ردوا على ذول المساكين اللي يقولون أهل البيت ما يسبون،
ما يسبون أهل البيت ولا يعرفون شيء عن تاريخ أهل البيت، لأنه هاي صفحات مسكوت عنها. إنما أنت كلب، شنو يعني هذا؟ هذا السب له يعني دي يقدم له وردة، يقول له فإنما أنت كلب. عمرو بن العاص يستأهل، ولا واحد من فقهائنا يقول حرام سب أعداء الله. رسول الله أمر بذلك، قال وأكثروا من سبه، القرآن سبه كمثل الحمار يحمل أسفارا، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث إنهم إلا كالأنعام أو أضل سبيلا عتل بعد ذلك زنيم. هذه كلها أنواع من السباب، سميها ما شئت، هسه سميها نيلا، سميها ما شئت، المهم هذا موجود في الشريعة موجود. السب من الكبائر لا شك، ولكن للمؤمن من الكبائر. حرام للإنسان العادي حرام، للمخدوع حتى إذا يكون مخالف، حتى إذا يكون كافر لا ينبغي، أما لرؤوس الكفر لرؤوس الضلالة لا، سب ندد به، العنه، افضحه، اطعن حتى في عرضه. هسه رايح يجيكم، اطعن في عرضه، لا تمتنع عن ذلك، لا تقول لا هذا مو من أخلاق الإسلام وأخلاق أهل البيت. أخلاق أهل البيت موجودة في كتب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هم أعرف، هذه من أخلاقهم. نعم، قال وأما أنت يا عمرو بن العاص الشانئ اللعين، شوف لعنة الأبتر، فإنما أنت كلب. وبعد يكفي الإمام الحسن، لا يطعن في عرضه، يقول أول أمرك أن أمك بغية. يلا هاي أولها، أمك شنو؟ من ذوات الرايات، من ذوات الرايات. أول أمرك أن أمك بغية، وأنك ولدت على فراش مشترك، فتحاكمت فيك رجال قريش، منهم أبو سفيان بن حرب، والوليد بن المغيرة، وعثمان بن الحارث، والنضر بن الحارث بن كلدة، والعاص بن وائل، كلهم يزعم أنك ابنه. كل واحد منهم يقول هذا ابني، ست نفرات ابن أبيه. زين شلون صار عمرو بن العاص بن وائل؟ شلون صار؟ يقول فغلبهم عليك من بين قريش ألأمهم حسبا، وأخبثهم منسبا، وأعظمهم بغية، أفجرهم عهر في عهر في عهر كله. ثم قمت خطيبا، قمت تخطب وقلت أنا شانئ محمد صلى الله عليه وآله، أنا شانئ وأنا عدوه. وقال العاص بن وائل اللي هو هذا أبوك الذي تنسب إليه اللي غلبهم، غلب البقية، إن محمدا رجل أبتر لا ولد له، فلو قد مات انقطع ذكره. فأنزل الله تبارك وتعالى إن شانئك هو الأبتر. فسلام عليك وصلواته من الله تعالى إليك أيها الإمام الحسن بن علي الزكي المجتبى، وعودة إلى فدك بلس. فدك بلس. أخواني، بدأت هذه الهيئة، هيئة خدام المهدي عليه السلام، بأنشطتها الإعلامية، وبدأت في مجلة المنبر، وكذلك هنا تم بالبداية أول ما انتقلنا إلى لندن توزيع شيعة نيوز بيبر، وبعدين المركز الرئيسي للإعلام كان هو منبر ميديا، وبعدين الحمد لله الله وفقنا للتطور وبث قناة فدك وقناة صوت العترة. ولكن مع كل هذا التطور ومع كل هذه الخطوات، ترافق هذه الخطوات أذرع إعلامية لا يعرفها أحد من المشاهدين، ولكن معروفة عند التواصل، مراكز التواصل الاجتماعي،
وهؤلاء الأخوة هم شركاءنا في هذا النجاح وهذه الهداية العظيمة لآلاف الناس، وهم إخواننا الذين يتواصلون ويبثون فضائل أهل البيت سلام الله عليهم والبراءة من أعدائهم في مراكز التواصل الاجتماعي. في فقرة المرصد نرصد اليوم الأخوة الناشطين في العمل الدعوي في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، ولهم الفضل. طبعا اليوم ما راح نذكرهم كلهم ولا نقدر نحصرهم كلهم، إن شاء الله وعدكم أنه راح يكون هناك وقفات كثيرة مع هؤلاء الأخوة، ولكن اليوم نحاول ناخذ جانب من الأخوة النشطين في مراكز التواصل الاجتماعي واللي لهم الدور للدفاع عن أهل البيت سلام الله عليهم والنيل من أعداء محمد وآل محمد. عبد الله بس نقطة، الأخوة اللي راح ينذكرون إن شاء الله الآن وتعرض صفحاتهم سواء في اليوتيوب أو الفيسبوك أو التويتر وما أشبه، هؤلاء يعني بعضهم أنا أعرفهم، ويعني من خلال هذه القنوات وهذه الفيديوهات التي ينشرونها تشيع الكثير، فجزاهم الله ألف خير، وهذا العمل الموفق الذي ربما لا يوفق عليه كل أحد، فهم كانوا أشبه ما يكون الأذرع الإعلامية للرافضة في السوشيال ميديا وهذه نعم. وهذه وسائل التواصل الاجتماعي تكون بعض الوسائل نشطة في دولة وغير نشطة في دولة أخرى، فكل على حسب دولته. يعني مثلا احنا نبدأ مثلا في الكويت، وبالكويت تقريبا الانستغرام من أهم مراكز التواصل الاجتماعي، هناك صفحة على الانستغرام باسم اسلام فلاج، خل حط الصفحة محمد جواد، اسلام فلاج، هذا الأخ ينشر دائما مقاطع من برامج سماحة الشيخ الحبيب واسمه الراية الإسلامية، اسلام فلاج ينشر علوم وفضائل أهل البيت عليهم السلام زائد القصص زائد مسابقات وجواز وغيرها من المنوعات. يقول بتعريف صفحته: راية إسلامية رافضية حرة تجهر بالحق لا تعرف المجاملة على حساب العقيدة. منشوراته تجاوزت طبعا الحين وصلت إلى 1759 منشور، والمتابعون 32,000 متابع. هذا الأخ أعتقد من الكويت، جزاه الله خير الجزاء. أو تعريف الصفحة من بريطانيا يونايتد كينغدوم، فجزاه الله خير الجزاء الأخ اللي ينشر علوم أهل البيت سلام الله عليهم من خلال صفحته اللي على الانستغرام الراية الإسلامية اسلام فلاج. نعم إخواني الأعزاء، كذلك يعني الصفحة الأخرى في اليوتيوب هي ليوتيوب رافضي، هذه الصفحة المباركة التي تنشر إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. إخواني الأعزاء هذه الصفحة فيها ما يقارب إلى 54,000 مشترك، وأغلب المنشورات التي في هذه الصفحة هي محاضرات لسماحة الشيخ الحبيب، وكذلك يعني حث مقاطع نعم مقاطع ضايف مقاطع لها نعم مضايف لها بعض المؤثرات البصرية نعم والكتابات نعم اللي تعطي تشويق لهذا المقاطع، لذلك تلاقي المشتركين كثر في صفحة هذا الأخ، واعتقد أن إمكانياته متواضعة، هو من العراق صحيح؟ نعم من العراق نعم، وممكن جزاهم الله ألف نعم إمكانيات متواضعة، يعني يمكن كل هذه الأمور يقدر يسويها على برنامج على الموبايل أو ما أدري بالضبط، بارك الله، ولكن هذه الصفحة مشهورة في اليوتيوب ومجهود شخصي. طبعا هذول الأشخاص اللي قاعد نذكرهم ما لهم ارتباط مباشر معنا من تلقاء نفسهم، مبادرة شخصية ومجهود شخصي لنشر علوم أهل البيت سلام الله عليهم، وتخصيص وقت وجهد وكذلك مال لنشر هذه المعلومات، ومن خلالها نالوا الدرجات الرفيعة والحسنات جزاهم الله خير الجزاء. كذلك عندك صفحة بالفيسبوك؟ في اليوتيوب كذلك في اليوتيوب، خلي نشوف محمد شنو اللي حاط اللي وراه، خلي نعلق عليها الصفحة الأخرى إن شاء الله نعلق عليها. هذه في تويتر بوابة الإسلام، نعم نعم، هذه الصفحة تقريبا أشبه ما تكون صفحة مبتدئة، يعني نشروها في الفيسبوك يعني
المتابعة متابعة هذه الصفحة الأخ متشيع الذي نشر هذه الصفحة. ما شاء الله من العراق. نعم متشيع متبرع، لا 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 أعتقد من العراق، ولكن متشيع متبرع دائما هو، ويذكر قصته على على الفيسبوك طبعا، هو كيف تشيع، كيف كان يبغض الشيعة، ويعني بعد متابعة سماحة الشيخ الحبيب يعني نور الله قلبه بالهداية. نعم إخوان الأعزاء، هذه الصفحة أعتقد هو له أو ربما يعني يديرها في التويتر. نعم نعم، والجديدة الصفحة. نعم جديدة هذه الصفحة لأحد الأخوة اسمه ذو الفقار المغربي. هذا الأخ لديه محاضرات ولديه مناظرات ولديه بحوث عميقة موجودة للرد على المنحرفين، و يعني يخرج هذه البحوث بطريقة مبتكرة للفت الانتباه، وحازت صفحته على متابعة الكثير. شوف هني مكتوب فوق 49,000. أخ عبد الله بس يعني من رخصتك، الأخذ الفقار المغربي الله يوفقه ويثبته، طبعا معلومة قناته إذا تقيسون يعني لما تبدأ مرحلة قياسية جدا قصيرة، مو قياسا بالقنوات، ولكن جابت هذا يعني ما شاء الله من هذا الطرح اللي والله أفحم الوهابية وهؤلاء الصعاليك الناصبة، ما أريد يعني أذكر أسامي، ولكن دمرهم تدميرا، فبارك الله بي وجزاه الله ألف خير حقيقة، يعني مدافع حقا عن أهل البيت عليهم السلام، نسأل الله تعالى أن يثبته على هذا المنهج. وهذه تشوف في هذه الصفحات ما شاء الله بحوث عميقة ومشاهدين كثر. نعم هذه من طرفكم؟ لا، هذه صفحة النهج البرائي، دولة الرفض والبراءة، هذه الصفحة موجودة على اليوتيوب كذلك إخواني الأعزاء، يعني تنشر محاضرات لسماحة الشيخ، تنشر يعني أحيانا فيديوهات مقتطعة لبعض المشايخ الذين يعني ثبتت صلاح عقيدتهم، فجزاهم الله ألف خير كل الأخوة يعني طبعا. نعم ترى إخواني هذا جزء من بعض الأنشطة للأخوة الذين ينشطون في مراكز التواصل الاجتماعي، عرضنا لكم مجموعة، وإن شاء الله في المستقبل نعرض لكم مجاميع أخرى، وهناك أصبح جيش إلكتروني للدفاع عن منهج أهل البيت سلام الله عليهم الأصيل، مهما تعرضوا إلى نقد ومهما تعرضوا إلى مضايقات وحروب، ولكن أصبحوا صامدين بالرغم من أن هذه الصفحات تدار بمجهود شخصي. أما الأعداء فصفحاتهم تدار من قبل أحزاب ودول ومنظمات وتجار يدفع لهم الآلاف. مثلا صفحة على الفيسبوك تدار من قبل الأعداء، يشتغل عليها وإخراجها أقلا يعني 5 أو 10، يدفع لهم رواتب للنشر والإعلان والترويج من العدو ومختلف أنواع العدو. كافي في بعض الصفحات اللي نعرفها للعدو يدفعون الآلاف للإعلانات على الفيسبوك لنشر هذه الصفحات أو منشورات. أخ عبد الله بس معلومة، يعني هؤلاء الأخوة يعني والله العلي العظيم الرافضة معجزة الزمان، معجزة الزمان حقيقة، يعني هؤلاء مثل ما قال أخ عبد الله يعني من منطلق ذاتي من معدات بسيطة يعني تراهم يعني ينجزون هذا الإنجاز وينشرون محاضرات للشيخ الحبيب، وكذلك هم يعني يصممون الفيديوهات مثلا الوثائق من كتب المخالفين وينشرونها، والله هذا مجهود شخصي حقيقة معجزة، يعني ونعيد ونكرر إخواني الأعزاء هؤلاء ليس لهم ارتباط شخصي يعني بهيئة خدام المهدي عليه السلام أبدا، أصل ما لهم ارتباط، ما لهم ارتباط أبدا، في بعضهم ما يعرفون نعرفهم ولا يعرفون ارتباطنا. نعم. معهم أنا مثل نعرف مثلا بعض الأخوة اللي يديرون هذه الصفحات ارتباطهم معنا في حملات التبرعات، يوصلون تبرعاتهم لما نقول له منو معاك، قال أنا اللي أدير الصفحة الفلانية. نعم. تخيلوا أن أول صفحة على اليوتيوب اللي قامت بتقطيع مقاطع الشيخ الحبيب اللي هي اسمها السلام فلاج، تطوع شخصي ولا نعرفه ولا يمث لنا بأي صلة ولا نعرف اسمه، اشتهر على اليوتيوب فقط ياخذ محاضرات سماحة الشيخ الحبيب ويقطعها، ولا زالت صفحته موجودة. قل نشاط لأن احنا قمنا بهذه المبادرة واحنا نقوم فيها في هيئة خدام المهدي عليه السلام، ولكن في البداية لما كنا قلائل فكان هو صاحب هذه المبادرة من كيفه، وهذه الصفحة بدأت وقل نشاطها، ولكن لا لنا
أي ارتباط بهذا الشخص، فقط بالصدفة تعرفت عليه أو صل تبرعه إلى أحد الإخوان وقالنا الذي يدير هذه الصفحة. وكثير من الصفحات تعرفنا على أصحابها بالصدفة، من ضمنهم الأخ أبو أحمد الذي يدير قناة على عهد على اليوتيوب. هذا الأخ ترى تعرفت عليه بالصدفة، شفت أن فيديوهاته رافضية فقلت له معك عبد الله، فعرفني أني تابع هو قناة فدك، ولكن قبل لا تواصل معه كان ما نعرفه ولا بيننا أي ارتباط، ولكن مبادرة شخصية من الأخ أبو أحمد، واللي هو اليوم ما شاء الله يقوم ببث قناة فدك على صفحاته، ويقوم بالدعم الفني واللوجستي ما شاء الله والمالي لقناتي فدك وصوت العترة، وكان هنا عندنا في كذا زيارة إن شاء الله، ويخطط للانتقال من أمريكا إلى بريطانيا. كل أخوان مبادرات شخصية ونعرفهم بالصدفة، والحمد لله نشاطهم ملحوظ وساهموا معنا في هذه الإنجازات وهذه النجاحات. راح إن شاء الله نوعدكم في فقرة المرصد، راح نتطرق إلى أكثر من صفحة وحساب على وسائل التواصل الاجتماعي في المستقبل، ونعطيكم نبذة عن هذه الصفحات ونعرف فيها، وإن شاء الله إذا تسنى لنا الفرصة إن نتصل على أصحابها ويكون لهم مداخلات على برنامج اللي هو فدك بلس فقرة المرصد. ننتقل إلى الفقرة الثانية وهي لك الكاميرا مع الأخ محمد أبو سلطان. فدك بلس، حياكم الله أخواني في فقرة لك الكاميرا، ونذكركم أنه بإمكانكم إرسال أسئلتكم واستفساراتكم عبر مقطع مرئي لا يتجاوز الدقيقتين على الرقم الموجود في أسفل الشاشة، وهو 00447482622626. ونبدأ إن شاء الله بعرض أولى هذه المقاطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا اسمي فايز سوري، مقيم في ألمانيا، وحيي الشيخ ياسر الحبيب. أنا من متابع قناة الفدك، متابع جديد من تقريبا في أول رمضان بدأت أشاهد قناتكم كريمة، وأنا باحث عن الحق محايد. لدي سؤالين أتمنى من فضيلة الشيخ أن يرد عليهما بحجة قوية. السؤال الأول، ما تفسيركم في آية التي في سورة النور، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرئون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم، فهذه الجزية أولئك مبرئون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم حسب ما قرأت في تفاسير علماء أهل السنة، قالوا هذه الآية نزلت ببراءة عائشة، فما هو تفسيركم؟ هل هذا صحيح أم عندكم تفسير آخر؟ والسؤال الثاني، إذا كانت عائشة زانية فلماذا الرسول لم يقيم عليها الحد؟ وشكرا. أخي الكريم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة إلى تفسير الآية الخبيثات للخبيثين، فنحن إن شاء الله نقرأ وإياكم هذا التفسير من كتاب الفاحشة. لو ذهبنا إلى كتاب الفاحشة في الصفحة 251 في فصل أو في عنوان ليبلوكم بعائشة تشكرون أم تكفرون، يقول الشيخ الحبيب في هذا الأمر: يتشدق العاشقون لعائشة بمسألة زواج خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله بها لتمرير أنها مؤمنة طيبة طاهرة، وإلا لما استحقت هذا الإكرام والتشريف بأن يختارها أعظم رسل الله زوجة له، متشدقين بقوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، للادعاء بأنه لا يمكن أن يخالف النبي صلى الله عليه وآله هذا التوجيه القرآني، فيختار لنفسه وهو الطيب امرأة خبيثة أو غير صالحة. في الصفحة التي بعدها يكمل: بيد أن هذا الادعاء لا يمكن أن يمر مرور الكرام، إذ كل من له أدنى معرفة دينية يعلم أن المقاصد
من وراء زيجات الأنبياء لا تقتصر على إكرام من تزوجوا بهن، وأن النبي إذا اختار امرأة له فهذا لا يلازم بالضرورة أن تكون امرأة طيبة طاهرة صالحة، فهناك وجوه أخرى من الحكمة والمصلحة تكون من وراء أو تكون وراء مثل هذه الزيجات. هذا رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله نجده قد اختار نساء وتزوجهن، ثم ما لبث أن طلقهن لخبثهن أو لعدم صلاحهن وأهليتهن لأن يكن زوجات له أو زوجات لمثله، كفاطمة بنت الضحاك الكلابية التي اختارت الدنيا عليه، وأسماء بنت النعمان التي استعاذت منه، والشنباء بنت عامر التي كفرت بنبوته، وليلى بنت الخطيم التي استقالت، وحفصة بنت عمر التي آذت، أما قتيلة بنت قيس الكندية فلم يطلقها ومع ذلك ارتدت بعده إلى الكفر. فهل كل هؤلاء النسوة لا اختارهن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله للزواج بهن كن طيبات وصالحات، كيف وفيهن من طلقت وفيهن من كفرت وارتدت؟ وهذان النبيان العظيمان نوح ولوط عليهما الصلاة والسلام قد أخبرنا الله تعالى في كتابه عن فساد زوجتيهما عفوا وخبثهما، فكيف اختارهما زوجتين إذا كان لا يجوز للطيب أن يختار الخبيثة مطلقة؟ فإن قيل إنما كانتا طيبتين حينما تزوجاهما ثم خبثتا بعد ذلك، وكذلك حال اللائي طلقهن رسول الله أو التي ارتدت بعده، قلنا الإشكال باق، إذ المعلوم أن أفعال الأنبياء عليهم السلام لا تكون إلا بوحي وإرادة ربانية، والله عالم بأن فلان ستفسد وتخبث بعد، فلماذا أمر نبيه بأن يتزوجها فيكون ذلك إكراما للخبيثة عاقبة وحقيقة؟ وهذا مناقض لتوجيهه بأن لا تكون الخبيثة للطيب مطلقا حسب الفرض، ولا يسع المخالفين الفرار من هذا الإشكال إلا بالتخلي عن الإطلاق والتنازل عن ادعائهم حتمية أن تكون زيجات الأنبياء منحصرة القصد في إكرام من تزوجوا بهن، وكذا التنازل عن حتمية أن تكون الزوجة المختارة طيبة طاهرة صالحة. وبهذا يعلم أن قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات إنما هو توجيه عام لا يأبى التخصيص والاستثناء، فيصح أن ينكح الطيب وإن كان نبيا خبيثة إذا كان ثمة وجه من أوجه الحكمة والمصلحة في ذلك بحسب ميزان الشرع. ومن هذا القبيل كانت زيجات الأنبياء عليهم السلام في بعض مواردها، وإنه يكمل في صفحة 254، وإنه لأمر واضح تنوع العلل والمقاصد من وراء زيجات الأنبياء أو زيجات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فقد تزوج زينب بنت جحش لإبطال آثار التبني في حكم الجاهلية كما مر في فصل سابق، وتزوج سودة بنت زمعة ليكون ملاذا لها بعدما توفي زوجها السكران بن عامر في طريق العودة من الحبشة، وكذا كان حاله مع زينب بنت خزيمة التي استشهد زوجها عبد الله بن جحش في أحد. وأما أم حبيبة بنت أبي سفيان أي رملة فقد تزوجها بعدما تنصر زوجها عبيد الله بن جحش في الحبشة، فبانت عنه وتهددها أمر الرجوع إلى حظيرة أبي سفيان فيذيقها العذاب. ثم إنه تزوج جويرية بنت الحارث ليمن المسلمون على قومها من بني المصطلق وبالعتق باعتبار أنهم صاروا أصهاره فيرغبوا في الإسلام إذ رأوا سماحته. وكذا كان حاله مع ريحانة بنت عمرو ليرغب
قومها من بني قريظة في دين الله، وكذا أيضا مع صفية بنت حيي وقومها بنو النظير. فالنتيجة أن زيجات الأنبياء أو زيجات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كانت تتنوع مقاصدها وأهدافها، بينما يكون رحمة ورأفة بحالات إنسانية حرجة أو إبطالا لأحكام جاهلية أو تأليفا لقلوب الأقوام والعشائر وترغيبا لها في الإسلام العظيم. وعليه يكون من الاستغفال للعقول الادعاء بأن كل امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وآله لابد أن يكون القصد من وراء ذلك هو إكرامها وأن تكون طيبة طاهرة مؤمنة وفي الجنة، ذلك لما ثبت من تنوع المقاصد وأن هذه العلقة الزوجية ليست بعاصمة أو بعاصمة للمرأة من الكفر والفساد والخبث والسوء المنقلب، ولا تلازم كونها تستحق الإكرام كما لا تلازم وجوب أن تحظى بالجنة لزواجها من نبي الله. فإن الله تعالى قد رد على من يتوهم ذلك صراحة إذ قال: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين، إلى آخر الكلام. من أراد التفصيل أن يرجع إلى كتاب الفاحشة في تلك الصفحات وتكملتها في الصفحة 255. هذا إذن كان الجواب على الفقرة الأولى من سؤال الأخ الكريم. وأما بالنسبة إلى سؤال الأخ الثاني حول زنا عائشة، يقول أنه إذا كانت عائشة قد زنت في حياة النبي صلى الله عليه وآله فلماذا لم يقم عليها الحد؟ نقول أن عائشة زنت بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله، فلا وجه لهذا الإشكال، وزنت في طريقها إلى البصرة حينما ذهبت لمحاربة أمير المؤمنين في معركة الجمل. فإن قلت لماذا إذن لم يقم أمير المؤمنين عليه السلام الحد عليها، نجيبك بما جاء في موقع القطرة بعنوان لماذا لم يقم الإمام علي عليه السلام الحد على عائشة. يسأل السائل يقول: إذا كانت عائشة زانية فلماذا لم يقم عليها الحد مع العلم أنها زنت في حكومته؟ هل كان الإمام علي عليه السلام لا يقيم حدود الله؟ هل كان يتقي ويخاف من عائشة؟ وإذا كان كذلك فلماذا لم يخف من عثمان في جلد الوليد حينما شرب الوليد من عقبة الخمر في زمن حكومة عثمان جلده الإمام علي عليه السلام مع تحفظ عثمان على ذلك؟ نجيبه. عفواً. لقد أوضح الشيخ في كتابه الفاحشة أن الحد ثابت على جماعة من المنافقين المجرمين ومن بينهم عائشة، وقد أخره المعصومون إلى زمان ظهور المهدي عليه السلام، حيث سيكون بإمكانه إقامة هذه الحدود بلا محاذير. وقد ذكرت الروايات الشريفة عن عائشة سيقوم الإمام المهدي عليه السلام بإجراء الحد عليها حين يحييها بإذن الله تعالى. وعدم إقامة المعصوم عليه السلام للحد لا يعني أنه لا يهتم بإقامة حدود الله تعالى أو أنه يخاف من أحد، وإنما يكون ذلك بسبب ظروف معينة يكون الأصلح فيها تعطيل الحد أو تأخيره إلى زمان الظهور. فعلى سبيل المثال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لم يقم الحد على الذين أرادوا قتله في العقبة مع أنهم كانوا مستحقون لذلك بالإجماع، ومع أن الحكومة كانت بيده صلى الله عليه وآله. فهل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان لا يهتم بإقامة حدود الله تعالى أو أنه كان خائفا من أحد؟ كلا، ولكن كانت المصلحة في تعطيل الحد أو تأخيره. فكذلك عطل أمير المؤمنين عليه السلام الحد ولم يقيمه على عائشة، سواء حد القذف أو حد الزنا.
وقد ذكر الشيخ في كتابه أن عائشة وأصحابها مستحقون شرعا للقتل كما بينت الروايات الشريفة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام لخروجهم على الوصي الشرعي وسفكهم دماء آلاف الأبرياء، لكن الروايات ذكرت أيضا أن أمير المؤمنين عليه السلام من عليها كما من رسول الله صلى الله عليه وآله على أبي سفيان وأصحابه المشركين بعد فتح مكة فصاروا طلقاء، فكذلك عائشة وأصحابها هم طلقاء أمير المؤمنين عليه السلام، وكما من رسول الله صلى الله عليه وآله على المشركين من علي أمير المؤمنين عليه السلام على الناكثين. وهذا لا يعني أنه كان لا يهتم بإقامة حدود الله أو أنه كان يخاف من أحد، بل للمصلحة والامتثال للأمر الإلهي. وعليه فإن عدم إقامة الحد لا تستلزم نفي إقام أو نفي وقوع الجريمة، وإلا وجب علينا نفي الجريمة أو نفي جريمة الذين حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وآله في العقبة بدعوى أنه صلى الله عليه وآله لم يقم عليها الحد. وهذا لا يقول به أحد، لأن إجماع المسلمين قائم على وقوع هذه الجريمة، وكذلك إجماع المسلمين قائم على وقوع جريمة خالد بن الوليد لعنه الله عندما قتل المسلمين في اليمن، لكن النبي صلى الله عليه وآله مع هذا لم يقم عليه الحد، والأمثلة كثيرة. مع ملاحظة أن الحد الشرعي يجري بالبينة أو الإقرار مع قطع النظر على علم المعصوم بالواقع، فإذا لم تكن هنالك بينة أو إقرار، أي لم يكن هناك تقاضي، فلا يجري الحد على أحد، وإن كان المعصوم بعلمه اللدني وإطلاعه على الغيب عالما بأن فلان مثلا قد زنى أو سرق. وبالنسبة لعائشة من الواضح أنه لم يحصل إقرار ولا بين وعليه فلا حد. أما ثبوت جريمتها فجاء من خلال ما كشفه المعصوم عليه السلام في أحاديثه الشريفة، وقد فصل الشيخ كذلك في كتاب الفاحشة الوجه الآخر لعائشة. إذن كان هذا تمام الجواب على سؤال الأخ الكريم، وبذلك انتهينا من فقرتنا لهذا اليوم، وننتقل إلى الأخوة الزملاء في فدك بلس. فدك بلس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني الأعزاء. هذه الفقرة هي فقرة مع متشيع، إن شاء الله سنستضيف يعني إحدى الأخوات التي تشيعت إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وإن شاء الله ستتكلم عن قصة يعني تعريفها وكيف عرفت التشيع إن شاء الله. إذا الاتصال موجود الأخوة يسمعوني بالكنترول. نعم تفضلوا. نعم. السلام عليكم أخت أمال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، أهلا وسهلا. أولا أنا أهنئكم على ركوبكم سفينة النجاة، ويعني بودنا أن يعني تطرؤون مسامعنا على قصة تشيعكم وكيف تعرفتم على التشيع. نبدأ بسم الله وصلى الله على محمد وعلى محمد وعزر الله فرجهم وجعلنا من أنصارهم وأتباعهم المستشفين يدهم. الحمد لله على هالنعمة التشيع لهذا، وما كنت نبتدي لأن هدانا الله فإنه توفيق وحمد وشكر من الله العلي العظيم الذي نور بصيرتنا وبصرنا طريقنا إلى تمسك الجوء إلى أهل البيت إلى دينهم إلى نورهم إلى ثقافتهم بحد إحنا عائلة تونس المدرسة بدينا قريبنا في اخوان. الصوت عندكم واضح؟ الصوت عندك كنترول واضح؟ ممكن اختي فقط يعيدون الاتصال مرة اخرى معكم لان الصوت فيه تقطيع. يا ليت الاخوان تجهزون الاتصال مناسبة حتى المشاهد يستمع الى قصة تشيعهم. لحد الان هي لم تبدأ بالقصة، فقالت نحن عائلة متشيعة اتينا من تونس الى ايطاليا، يسكنون في ايطاليا. فإن شاء الله إذا جهزوا الاتصال يكون الاتصال واضح حتى تسمعون قصة تشيعهم بطريقة واضحة.
هذه الأخت آمال اللي أصلاً هي الحين قاعدة تتصل علينا على هذا الرقم، يا ليت تتصلين أختي على الرقم الآخر. إيه خلها هي تتواصل معكم. الأخت آمال جزاها الله خير الجزاء، لما حاولت يعني اليوم على طول وافقت إلى الاتصال، و يعني طلع المشاهد على طريقة أو رحلة تشيعها، وقالت إن أريد أن تعرفونني بمحبة أهل البيت عليهم السلام. فقلت لها إن شاء الله إحنا نقول الاسم وإن شاء الله اللقب عند أهل البيت سلام الله عليهم، إن تكونين محبة أهل البيت عليهم السلام، وكتبك الله مع من يحب أهل البيت سلام الله عليهم، والذي بشرهم رسول الله، الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالخير الكثير، وهؤلاء أهل بيتي. وحث الناس لحبهم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، فإن شاء الله تكونين من الذين يودون ويحبون أهل البيت سلام الله عليهم. إذا جهز الاتصال مع الأخت آمال اللي هي محبة أهل البيت عليهم السلام، يتحولون لنا إياهم. ترى على فكرة مو هذه العائلة التونسية الأولى اللي تسكن في إيطاليا المتشيعة، إحنا ما شاء الله يعني نقدر نقول مقاربة في بلجيكا، جزائريين في فرنسا مثلا، تونسيين في إيطاليا، وفي إسبانيا مقاربة كذلك، يعني كلها منتشرين. في العراقيين مثلا دائما تحصلهم في الدول اللي هي هولندا، السويد، هذه الدول. فإن شاء الله أهل البيت وشيعتهم منتشرين في كل مكان. جهز الاتصال مع الأخت آمال. السلام عليكم. نعم السلام عليكم أختي آمال. وعليكم السلام، حياكم الله. الآن الصوت واضح، ممكن أخ علي تستمع. نعم أختي تفضل، أكملوا ما يعني بدأتم به. فقلت احنا كنا في المدرسة، كان عمر، كان عائشة، كان هذوكم هما الكل في الكل، فهمت؟ كانوا يغطيوا شوية، ما يفهموناش، ما يفسروناش بالباهي، فهمت؟ لين أختي الزوجة السعودي، ومن هناك احنا اكتشفنا العيلة الكل عن طريق الزواج هذا المبارك، اكتشفنا طريق الأطهار، واكتشفنا طريق النور، وتمسكنا بهم، تبعناهم ما غير أي سؤال، ما غير لسئلنا، لاستفسرنا، لمشينا اللوج، ولا حبينا اللوج أعذار ولا استفهامات، تبعنا بكل قلب، بكل حب، بكل ما سمعنا، بكل جوارحنا تبعناهم، وإحنا محظوظين والحمد لله على هالنعمة اللي أعطاها لنا ربي. الحمد لله نعمة أهل البيت ونعمة محمد وآله الأطهار، وربي ثبتنا على الطريق المستقيم وإن شاء الله ربي. نعم أختي، كما تعلمون أنه في الروايات الشريفة أن طريق أهل البيت عليهم السلام أو منهج أهل البيت هو طريق ذات الشوكة، فهل واجهتم صعوبات في تشيعكم؟ مقاطعة مثلا من الأقارب؟ وما تلك الصعوبات مثلا إن وجدت؟ صعوبات مع العائلة، كنبداو احنا ندافعوا عليهم، ولا احنا نشكروا فيهم، ولا احنا نحبوا نحيوا عليهم، فما شكون يقول بدعة، فما شكون يقول ما يصدقش، فما شكون يبدا يضحك، لكن احنا بالرغم من هذا كنفسروا، نحاولوا نفسروا، وفي الاخر نقول لهم اللي يحب ربي يدله للخير، فالطريق يلقاها سهيل، فما غير هالاسئله، ما غير هالاستفسارات، ما غير ما تقعد انت تعاند. فكان طريقنا بيان سور، خاصه في تونس فما اقليه شيعيه، مش كلهم شيعه، اكثريه سنه، فثم مشاكل حتى في الصلاه، ساعات يمشيوا يصليوا في المسجد ما تكتفش يديك، يقول لك علاش بيك ما تكتفش يدك، فهمت؟ فبشوي بشوي حتى كي تصلي عليك تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، كلهم يدوروا يغزروا علاش آل محمد، يقول وصحبه نا اللهم صل على محمد وآل محمد. فشويه شويه صعوبات في تونس، فما مازالوا ما همش فاهمين الدين الحق، ما همش فاهمين الطريق الصح للدين، فهمت؟ مازالوا تبعوا في عائشه وفي عمر وفي عثمان وفي كل، حتى كي نعلوهم فما مشاكل. دونك ربي يهدي ما خلق، انك لا تهدي من احببت وانما الله يهدي من يشاء، واحنا الحمد لله ربي هدانا، وان شاء الله ربي ثبتنا على دينهم وعلى طريقهم، والله يهدي الجميع.
شاء الله إن شاء الله بطريق أهل البيت. هل سعيتم في هدايتهم؟ هل حاولتم نشر التشيع في المناطق التي تسكنون فيها على الأقل؟ هل تكلمتم مع أقاربكم ودعوتموهم إلى التشيع على الأقل من باب إتمام الحجة عليهم؟ حاولنا ساعات نعمل حكايات تجاذب حديث إبداء آراء، لكن ديما تلقى صد، ما يحبوش يسمعوا، ما يحبوش يفهموا، ما يتقبلوش الطريق الآخر، ما يتقبلوش الرأي الآخر، ولا يكونوا منفتحين يقول لك أوكي أنت حكيت لي هكا، يعني نمشي نلوج، نمشي نجتهد، نمشي نشوف أنت علاش تحكي هكا، علاش هذوما موجودين، لا ما فهمش، يرفضوا قطع بيت، ياخذوك أنت المهبول، أنت المختلف، أنت اللي جاي من عبارة على كوكب آخر. احنا نحاولوا، لكن في الأكثرية كدت تجبد شوي مشاكل، حتى مع الأقارب ساعات توصل قطعة، فولينا للأسف إن نعم أختي الكريمة، سؤال بقي، أنا لدي سؤال أخير، وإذا الأخ عبد الله عنده كلام، يعني هل لديكم تواصل مع الشيعة في إيطاليا؟ هل تذهبون للمشاركة في مجالس العزاء على سيد الشهداء أو على مصائب آل محمد عليهم السلام؟ تفضلوا. لا للأسف لأني لهنا في إيطاليا عايشة، لكن ما نعرفش وين الشيعة، فنكتفي أن نتصل معكم ونسمع ديما تلفزة صوت العترة نتبعكم أنتوما، ما نعرفش لهنا الحقيقة في إيطاليا، ما نعرفش وين الشيعة وينهم، راف التلفزة كي تبدأ فما عاشوراء ولا حاجة للثرية في بلجيكا في ألمانيا، لهنا في إيطاليا ما عرفش وين الشيعة، نجموا نتصلوا ولا واحد يمشي ولا أحسنتي. الله ينصركم ويثبتكم على حب محمد وآل محمد والبراء من أعدائهم. إذا لديكم كلمة أخيرة في نهاية هذه المقابلة السريعة تفضلي أختي. نشكركم على الفرصة اللي تحتوها نحكي على أفكاري، شكر لأهل البيت، شكر لهلمونا في هالمناسبة السعيدة، وإن شاء الله إن شاء الله ربي ثبتنا على دين محمد وآل محمد، وربي يجعلنا من أنصارهم وأتباعهم. طلب صغير تفضلي، تدعيونا بالخير وتوفيق والنجاح وعقد الراية، تفكرونا رانا في الغربة معنا كننتوما وأهل البيت، اللهم صل على محمد وآل محمد، وتحية خاصة للشيخ الحبيب وكل الفريق العامل، الله يبارك فيكم ووفقكم ماجورين، الله يقضي حوائجكم إن شاء الله. قولوا لي وين هنا في إيطاليا الشيعة، خليني نبدأ في تواصل ونجموا نمشي ونحضروا المحاضرات والعشورة. أختي خليك مع على الخط، الظاهر الأخ اللي يستقبل الاتصالات هو الأخ مصطفى يونس أيوب من إيطاليا، يكون معاكم في التواصل حتى يقدر يكلمكم باللغة الإيطالية. ماجورين أختي، بارك الله فيكم، أمال وحياكم الله. ننتقل إلى الفقرة القادمة، وهي فقرة مرئيات مع الأخ محمد اللواتي. فدك بلس. هل محي الدين ابن عربي شيعي؟ ماذا قالوا مراجعنا العدول عن ابن عربي؟ لماذا هذا الحرب الشديد من قبل مراجعنا العدول وعلمائنا القدامى المتقدمين والمعاصرين على ابن عربي والحلاج والبسطامي ومن لفهم؟ دعونا نشاهد هذا الفيديو، وهو فيديو عبارة عن ما قاله المرجع الشيخ إسحاق الفياض حفظه الله ودام ظله عن ابن عربي وتدريس كتبه في حوجة النجف الأشرف. أخي المخرج أعرض الفيديو. ومن جانب آخر سمعنا أن في هذه الحوزة المباركة يدرس العرفان على ذوء كتاب ابن العربي، وهذا خطر على الحوزة ولا سيما على شبابنا، فإن كتاب ابن العربي كل من قرأ هذا الكتاب يعتقد بأنه زنديق ولا إيمان له بالله تعالى وتقدس،
العرفان هو الأحكام الإلهية، العرفان الحقيقي هو معرفة فقه آل محمد. هذا هو العرفان الحقيقي، ولهذا الالتزام بالعرفان الحقيقي هو معرفة الأحكام الإلهية ومعرفة فقه آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والعمل بها هو حقيقة التقوى الذي أشار إليه تعالى بقوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقد فسر في الروايات حقيقة التقوى بالالتزام بالواجبات الإلهية والاجتناب عن المحرمات الإلهية، هي حقيقة التقوى. العرفان بمعنى كشف الحقائق ورفع الستار عن الحقائق كما هو المصطلحهم، بمعنى كشف الحقائق والعلم بالغيب مجرد وهم لا حقيقة له ولا واقع له، وخلاف النص قوله تعالى لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضى من رسوله. ومن هنا يكون هذا الدرس خطر على الحوزة ولا سيما على شبابنا، وعلينا أن نكون في يقظة وحذر من هذه الأمور. عرفنا ما قاله المرجع عن ابن عربي، ما هي عقيدتنا في مولانا أبو طالب عليه السلام؟ أليس هو من الذين كتموا إيمانه؟ ألم يكن من الذين كفلوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو زوج مولاتنا سيدة فاطمة بنت أسد عليها السلام، والدا أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ ماذا قال ابن عربي عن أبو طالب عليه السلام؟ كما قال في حق أكمل الرسل وأعلى من الخلق وأصدقهم في الحال، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولو كان للهمة أثر ولا بد لم يكن أحد أكمل من رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أعلى وأقوى همة منه. وما أثرت في إسلام أبي طالب عمه، وفيه نزلت الآية التي ذكرناها، يخطط الآية إنك لا تهدي من أحببت، ولذلك قال في الرسول إنه ما عليه إلا البلاغ، وقال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يقول بكفر مولانا أبو طالب عليه السلام، فهل هذه من عقيدة التشيع حتى تصرون على تشيع ابن عربي أيها العرفاء والمتصوفة؟ وعودة إلى فدك بلس. فدك بلس. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداهم. هذه الفقرة هي فقرة لك الهاتف، نفتح مجال الاتصالات لمناقشة الأخوة والمداخلات والاقتراحات وكل ما يخطر ببال الأخوة الذين يشاهدون قناتي فدك وصوت الاعتراف، وكذلك أعتقد هناك رقم على الواتساب ورقم أرضي، فما أدري الإخوان إذا جاهز عندهم اتصال. خادمة الحسين عليه السلام من العراق، السلام عليكم، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، أهلا وسهلا. وحياك إن شاء الله رحمة الله على الحليب الرضحت الطاهر يا ابني يا عبد الله. ماجورين، الله يوفقكم إن شاء الله. حسنتي جزاك الله. عدنا إن شاء الله بالعراق والعشائر الأصيلة، إذا رضت من شاب من رجل تقول له رحمة على روح الحليب الطاهر، أو حليبك طاهر يا ابني يا عبد الله. الله يوفقك، مشكورين حجية. الله يوفقك إن شاء الله، وأنتم إلكم حق على كل مسلم.
على كل مسلم شريف حق الهيئة، حقهم للهيئة. يا عبد الله الله يوفقكم إن شاء الله. ما أعرف أتكلم هسه، طلحتوا على الجماعة الذول اللي يتواصلون وياكم. أنا بيش أتواصل وياكم بعقلي وبدعائي وبأي عتبة أصلي واندعي لكم واطلب لكم التوفيق، وإن شاء الله الله ينصركم، الله ينصركم، لأن أنتم نصرتوا محمد وآل بيت محمد. ما يسع لي الوقت ولا هذا على اللي 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 كنا مطموسين به وما نعرف نتكلم وما نعرف شنو يعني على الفطرة شيعة وعلى الماشي وما نعرف. على كل الله يوفقكم والله ينصركم ورحمة الله. أقول لك على الحليب الرضحته يا طاهر، جزاك الله خير يا حجي، بارك الله فيك ورحمة وعلى الله. جميع إن شاء الله اللي متواجدين وياك، وهذا بس دعائكم، صلاة الفجر صلاة بالعتبات، وما أعرف الله والله ما أعرف يعني عادسة شون أقدمكم وشون أقدم لكم. مو بوسانة، هواية ترى، هواية 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 ملايين بالعراق تحولت من حال إلى حال. إحنا الصحيح على فطرتنا للمقدسات، بس ما كنا أنا سبع مرات أتعرض بالكعبة وبالنبي، هذول المناعيل اللي يرحولهم اليهود فدوة، ما نعرف شلون نتكلم ونرد عليهم. والله مرة بكيت بالكعبة، بكيت يعني بكيت، وهاي 2008 أردتك يا هل على هاتصل مخلي لقونية على قولتنا هاي مقلم الأحمر أكبر شنيف سب الرافضة وهاكلك تشم ريال. والله العظيم وكنت ما أعقش الرافض، فجيت للحجي قال الرافض إحنا الشيعة هاي هذا تعجز إن شاء الله، سيروا إلى الأمام الله يوفقكم الله ينصركم ويصر الشيخ الحبيب. الله والدين على هذا الاتصال، الله واحد، الله يسلم. شكر ما أرد أطول عليك يا أبي، شكرا صراحة بفضل هذه الاتصالات وهذا التشجيع وهذا هذه المعنويات إحنا نستمر. فالله يوفقك يا حجية على دعائك وعلى وقفتك وعلى مدحك إن شاء الله. وشو نسوي يعني يعجز اللسان عن شكركم. محمد من الرياض، محمد السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا يا أستاذ عبد الله. أهلا وسهلا، حياك الله، تفضل. أبدأ بدون حقيقة بدون مقدمات، والله يا أستاذ عبد الله إني لكم من النصحين، أدامكم تتبعون الخرافة محمد الحسن العسكري فأنتم حطب جهنم. والله تاج راسك وراس اللي خلفوك يا محمد، والله الإمام المهدي سلام الله عليه تاج راسك وراس أكبر شارب فيكم وإلى الجنة يا سيد عبد الله. نعم، وإن شاء الله إحنا الإمام المهدي سلام الله هو الذي يقودنا للجنة. وإذا تكلم وأنت من جهلك يا محمد إن ما تعرف كلمات علماءكم بالإمام المهدي سلام الله عليه، لو أن عندك أقل علم كان تعرف أن هذه حقيقة وموجودة، ورواياتكم طافحة بي ومليئة كتبكم بأن يخرج في آخر الزمان موجودة لكن لم يولد. نعم زين، يعني هي موجود، يعني شيء عندكم موجود، أنت ليش تعتبره خرافة؟ يعني الفرق بيننا وبينكم أن إحنا مولود أنتم لم يلد، فلماذا تستخف بهذه الحقيقة؟ أين هو يا سيد عبد الله؟ هو موجود وهو موجود ويأتي إن شاء الله ويملأ به الأرض عدلا وقسطا بعد ما ملئت ظلما وجورا. وانت تدري ان هذول اصحابك وحكامكم ملأوا الدنيا ظلما وجورا وما تقدر تتكلم عليهم، لا انت ولا امثالك، ما تقدر تتكلم ان محمد بن سلمان سجن علماءكم واحضر الفسق والفجور في دولتكم، ما تقدر تتكلم لأنك أنت قاصر، ما تقدر، ما عندك القوة، ما عندك الجرأة، ما عندك الإمكانيات. إن شاء الله يجي إمام يقودنا ويقودك لتكسير آل سعود وغيرهم. محمد الحسن العسكري خرافة، والله العظيم خرافة، أنت خرافة، أنت الخرافة وأمك عائشة الخرافة. شنو هذا الكلام الفارغ؟ شنو هذا الكلام الفارغ؟ من هو إمام زمانك الذي إذا يعني توفاك الله تموت ميتة جاهلية إن كنت لا تعرفه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا حديث ورد في كتبكم، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. إمام زمانه محمد بن سلمان، أنت محمد، أنت باكر تطلع يوم القيامة يوم يأتي كل ناس بإمامهم، يجي محمد من الجزيرة المحمدية وقدامك محمد بن سلمان على اليخت ماله، زين
قاعد وحاط هذه صورة الموناليزا اللي شراها ب 450 ألف والمنشار بيد زين ويا بيد المنشار وانت يقودك إلى جهنم. أنتوا مو تبايعون؟ مو تتبايع محمد بن سلمان قصبا عن شاربك تبايع محمد بن سلمان زين. يوم القيامة يجي محمد بن سلمان وانت وراء تركض مثل القنم ليا جهنم. المهم أحمد من الجزائر. أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل أحمد تفضل. أنا شجاعتكم تعجبني. لماذا؟ لأنكم تتكلمون بما تؤمنون يعني. ولكن عندي سؤال. نعم. هو الأشياء أنتم الشيعة يعني على كلمتين أنتم تتكلمون يعني لا تستعملون التقية ونرى الشيعة الآخرين يستعملون التقية. الآن هناك واحد على خطأ يا إنما أنتم جماعة ياسر الحبيب على خطأ يعني تلعنون على المباشر ولا تستعملون التقية وإما كل الشيعة الباقين هما يعني المخطئين الذين الجبناء الذين يستعملون التقية. ماذا تختار؟ تختار بأن الشيعة الآخرين هم الجبناء أم أنتم على حق وأنتم يعني الذين تتكلمون محميين في بريطانيا لأنكم محميين من عند الملكة يعني تتكلمون. من هو الذي على خطر؟ أنتم احنا أم الشيعة الجبناء؟ احنا شوف احنا في هذه القناة قناتنا الحمد لله نجهر التقية. احنا لا ننكر التقية ولكن التقية لها أماكنها ومواردها. إذا كان في اختلاف بين فقهائنا لتشخيص الموقف الحالي في بعضهم يرون أن هذا الإعلان للجهر بالبراء من أعداء محمد وآل محمد لا يجب أن يكون على القنوات الفضائية ولا يجب أن يكون في الجهر ولهم وجهة نظرهم وسماحة الشيخ الحبيب يجعلهم من أصحاب العالم الثاني ولا يعني طبعا هم في اجتهادهم هذا ولكن احنا الاجتهاد الذي لدينا ان نجهر وهذا وهذا الزمن هو زمن الجهر ووجوب الاعلان البراء من اعداء محمد وآل محمد. ولكن يا اخي اسمعني احمد خلاص انت سالت سؤال. نعم نحن قلنا الذين لا يجهرون لهم لا سماحة الشيخ له راي فيهم واجعلهم من اصحاب العالم الثاني ولهم اجتهادهم في البراءه. ولكن يا اخي انت يا محمد لا تستطيعون الجهر بعقيدتكم. الحين لما اتصل علينا محمد من الرياض زين قلنا له من إمام زمانك؟ أنت يا أحمد من إمام زمانك؟ هل إمام بزمانك بوتفليقة؟ من إمام زمانك؟ هل تستطيع أن تقول أن هذول الحكام كلهم كفرة؟ لا يستطيعون. علمائك الكبار لا يستطيعون أن يقول هذول لا يمثلون الدين الإسلامي. يعيشون بتقية منذ السقيفة إلى يومنا هذا ولا يستطيعون. على الأقل نحن الحمد لله في هذا الزمن في هذه القناة هناك مكان على وجه الأرض يقول الحقيقة كلها. أنت علمائك لا يستطيعون أن يقولون أنها قالوها داعش قالوها القاعدة واستؤصلوا عن بكرة أبيهم وقوطعوا بسبب أنهم أكثر ناس يمثلون الدين البكري الإرهابي في العالم. فهل يستطيع علماء أن يجهرون أن يقولون هؤلاء أئمة جور وضلال؟ لا يستطيعون. تفضل. شوف أخي عبد الله سأجيبك. أخي سأجيبك اسمعني دقيقة. نعم أجب. أقسم لك أقسم بالله لا يوجد إمام بعد رسول الله. الإمام الحقاني هو رسول الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا الرؤساء يعني منهم الأتقياء ومنهم السفهاء هم أولياء أمر. إذا يعني إذا أقاموا الصلاة فينا وأقاموا الأركان الخمس نطيعهم ولكن أخي. إذا كانوا يعني كفار على المباشر كما يقول معروفين بكفرهم نخرج عليهم. أسمع واضحة يا أخي. أعطني مثال بس أعطني مثال الذي خرجتم عنهم. عندي سؤال عندي سؤال عندي سؤال يا أخي عندي سؤال اسمعني عندي سؤال بس اسمعني وأكمل. عندي سؤال. قلت في الآية الكريمة وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية القرآنية الكريمة التي ربطت طاعة الله بطاعة رسوله المعصوم بأولي الأمر، كيف يربط الله طاعته بأناس غير معصومين؟ تفضل.
يا أخي الله لما قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كيف يأمرنا بطاعة أناس غير معصومين يكونوا والعياذ بالله فجارا كما تقول؟ لا، هل تطيعه؟ لا. إذا قال لك لا تصلي الفجر هل تطيعه؟ لا. كيف أمرنا الله أن نطيع شخص غير معصوم؟ تفضل قول، ممكن أن يخطئ ويصيب. الله قال وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، كيف أمرنا بإطاعة شخص غير معصوم كما تقول يخطئ ويصيب؟ تفضل. أمرنا أن نطيعه في الحلال، فيما لا يغضب الله، فيما لا فيما في الذي أمر به الله. لم يأمرني أن أطيع ولي الأمر وأذهب وأقتل وأزني. الآية القرآنية صريحة، الآية القرآنية صريحة، قال لك الله تعالى وأطيع الله طاعة مطلقة والرسول وأولي الأمر، ربط طاعة الله بطاعة أولي الأمر. كيف يأمرك الله بطاعة شخص غير معصوم ممكن أن يخطئ؟ جاوب، لا تظل تتهرب. كيف تفسر القرآن على هواك؟ مو على هواي، مو على هواي، أنا ما فسرت القرآن، أنا ما فسرت القرآن. أمرنا بطاعة ولي الأمر فيما أراد الله، فيما شرع محمد عليه الصلاة والسلام. أنا ما فسرت القرآن، أنا جاي أسئلك، أنت جاي تراوغ وتف وتدور. اسمع السؤال، لا ظل يعني ما شبيك صار فيك خايف ليش؟ جاي أقول الله تعالى، اسمع، لا فسرت قرآن ولا جبت التفسير لا من كتبنا ولا من كتبكم. الآية واضحة، أمرنا الله بطاعتي الله وأطيع الله والرسول وأولي الأمر. ركز، الله أمرنا بطاعة، طاعة الله وطاعة الرسول، وثم عطف على أولي الأمر. كيف يربط الله طاعته المطلقة بطاعة أناس غير معصومين؟ تفضل إن كنت فسرت هذه أولي الأمر على الرؤساء والحكام. اسمع لي جيدا، الطاعة التي أمرنا الله بها هي ما أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم. الطاعة، كل الطاعات موجودة في القرآن الكريم. افتح أي آية، يا أيها أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، الحج، يعني كل الأركان موجودة، كل الطاعات موجودة في القرآن الكريم. والله جاي تهرب، والله جاي تهرب تهرب، ما عندك جواب. والله الناس عرفت، الناس الآن المنصفون يسمعون، أنت الآن تتهرب، ما عندك جواب، ما عندك جواب. أقول لك الله تعالى أمرك بطاعته وطاعة رسوله، وهذه الطاعة مطلقة، وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر، طاعة مطلقة، ما قال لك مثل ما تفسر أنت على هواك. الله أمرك بالطاعة وأنت ما عندك جواب، أنت ما عندك جواب. خلاص آخر مداخلة، قاعد تسأل عيد السؤال أربع مرات، ما قاعد يجاوب الجواب أربع مرات. إخواني يعني عنده هو يقول يعني أطيع الله ورسوله ومحمد بن سلمان مثلا، زين، عسى محمد بن سلمان يعني يقول لك أي شيء أمر تؤتمر فيه، لأن هذا هو عندك إمام زمانك محمد بن سلمان مثلا، وعلماءك ما يقدرون يفسرون الآية ولا يقدرون يتكلمون. على العموم عندي علي من بغداد. علي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخي؟ أهلا، حياك الله، تفضل. أنت مو أول شيء بتري ولا بكري ولا شنو موضوع؟ أني؟ أي ألو. أي نعم، تفضل. ألو. نعم تفضل. أحييك أولا أخ عبد الله، أحيي أخ علي إبراهيم، بارك الله فيكم. أهلا وسهلا. وأشكرك، وأشكرك أخ عبد الله، لأنك صراحة قيعت حظ هذا الوهابي النجس هذا قبل شوية الذي سب الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. سلام. هؤلاء الوهابيين. نعم. بحب بس أنوه، بحب بس أوجه كلام بعض المخالفين ويقول لهم ان الوهابيه هؤلاء هم من صناعه اليهود وهم حركه وليسوا دين. الوهابيه لديهم عقيده هي عقيده التجسيم، يعتقدون بان الله له يد ورجل وله ويجلس ويصعد وينزل ويجلس على الكرسي وامور، يعني والله عظيم هؤلاء ليس لهم من الاسلام شيء. الوهابيه حركه صنعها اليهود، هؤلاء لا يمثلون الإسلام وليس لهم من الإسلام شيء، وهم مرتدين خارجين عن الإسلام. شكرا على المداخلة، حتى اشتبهت باسمك بالبداية على واحد صلحين علي من بغداد. نعم، عندنا عيسى فاروق من ليبيا. السلام عليكم. نعم، الصوت واضح عندكم؟ نعم الصوت واضح. فقط أحببت يعني أن أتكلم عن الآية الكريمة
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. جيد. طبعا أنت الإبراهيمي الأستاذ الإبراهيمي تقول ماذا؟ أن طاعة أولي الأمر واجبة كطاعة الله والرسول، وهذا كلام باطل. لماذا باطل؟ لأن الله جعل طاعة أولي الأمر متبوعة، يعني تتبع طاعة الله والرسول. يعني إذا أولي الأمر هؤلاء إذا فعلوا شيء مخالف لله والرسول، أوامر الله والرسول، فلا نطيعهم، فهي تابعة لله والرسول، لطاعة الله والرسول. لماذا؟ لأن نهاية الآية تجيبك، نهاية الآية تجيبك يا أيها الأستاذ الإبراهيمي، كيف تجيبك؟ يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فنرده لمن؟ فردوه إلى الله والرسول. فإذا كان أولي الأمر معصومين لقال فردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر. إذن تبين من نهاية الآية أن أولي الأمر غير معصومين، لأنه لم يرد التنازع إليهم أساسا، التنازع ردها إلى الله والرسول. هذه أول نقطة وإجابة مختصرة عليك. ثاني نقطة تقول لي يعني من هو إمام زمانكم؟ الإمام هو الذي يقتدى به. فهل الإمام المهدي عندكم أنتم تقتدون به؟ أعطيني شيء واحد تقتدون به بالإمام المهدي. الإمام المهدي غائب، المقتدى يكون أمامك تقتدي به بأوامره، بأفعاله، بأي شيء، بتقريراته كالرسول كعلي رضي الله عنه، ولكن المهدي غير موجود أساسا حتى نقتدي به، فلا يصلح أن يكون حجة وإمام أساسا. نعم. الاتصال الثاني من منه؟ بسجل عندك ملاحظات سجلتها؟ لا. نعم أنا عندي طبعا تقريبا مسجلهم، لأن عندنا ثلاثة اتصالات خلنا ناخذهم. أثير حميد الموسوي من الحلة، السلام عليكم أثير، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أخات شونك يا بعد قلبي؟ أهلا وسهلا، حياك الله يبا، أهلا وسهلا، يا هلا. والله حبيت أشارك بالنسبة للأخ اللي يقول إمام المهدي بدعة والإمام الحسن العسكري بدعة. نعم. نعم قصر على التلفزيون وأكمل، تفضل وراء بعض تكلم، لا تسمع صوتك من التلفزيون. حبيب قلبي أنا يعني حبيت يعني أشاركه بالنسبة للجماعة، ليش ضايجين من ليش ضايجين من الإمام المهدي؟ ليش ضايجين من الإمام علي؟ يعني خلي نشوف بطولات سلام الله عليه الإمام علي، وعدكم بطولات أنتوا اللي تقوم بها. يعني إحنا هسه مثلا عدنا بالحلة السلام الله عليها العلوية الشريفة بنت الحسن، الكل معروف عليها ويعرف شنو بالضبط عنها. خلي يطونا من عندهم إمام أو علوية أو من نسلهم شافت لها مريض أو شافت لها واحد يعني مثل ما تقول أعمى أو فشي. ليش أنتم ضايجين من نجي؟ بس أردفين هذا السؤال، أبدأ أوجه لهم سؤاله والعالم كله جاي يسمع. إحنا أخوان، نبينا واحد، رب واحد، ليش هالحقد والكراهية؟ ليش ما تتوحدون؟ ليش ما تصيرون كلمة حق وحدة؟ احنا ليش نظل فلان يجي وفلان يجي؟ واسف على الاطاله، ويا ربي يا ربي الله يديم هذا البرنامج ويحرسكم ويحفظ عوائلكم، وبحق المهدي ان شاء الله، بجاء المهدي وبجاء شريفة بنت الحسن وعلي ابن ابي طالب والاولياء كلهم ان شاء الله يوحدون المجتمع. واشكر واسف على الاطاله. اهلا وسهلا. الاتصال اللي وراه ابو مهدي من الهواء، السلام عليكم. عليكم السلام. يا اهلا وسهلا، حياك الله، تفضل. اخوي عبد الله شلونك؟ الحمد لله بخير، الله يوفقكم، اهلا وسهلا. انا اريد ارد على هذا السعودي اللي يقول المهدي مو موجود، كيف الدجال موجود ويؤمنون به هم امام زماننا ما يؤمنون به؟ نعم. واريد من عندك تنتشر فرد مقطع فيديو اللي الوهابيه يقولون موجود هالسيحة موجود هو. السلام عليكم. احسنت احسنت، بارك الله فيك. ابو سرمد من الاهواز، ابو سرمد السلام عليكم، من ايران. ابو سرمد السلام عليكم، تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. شلونك شيخنا؟ شلون الحمد لله بخير، الله يخليك، تفضل. الله يخليك. عندي مداخله، ذول السعوديه التكفيريه. نعم تفضل. قل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي ولد من أولاد فاطمة. نعم. شاءوا إن أبوا يحكمهم. نعم. يحكم الأرض قسطا وعدلا. نعم.
يقبلون أو ما يقبلون، ولعنة الله عليهم وعلى آل سعود وعلى فحصة وعلى كل من يتبعهم وعلى كل الوهابية، وشكرا. أحسنت، بارك الله فيك. ناخذ اتصال لوراء. أبو محمد من سوريا. أبو محمد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. بارك الله فيك. أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا وسهلا. أنا أود أن أرد على عدة نقاط تداخل فيها الإخوة من أهل الخلاف. نعم تفضل. أحدهم الأخ عيسى من ليبيا تدخل فقال إن الله قد أمر بطاعة الله وطاعة رسوله ولم يأمر بطاعة أولي الأمر. أقول لهم نعم. الله عز وجل أمرنا أن نطيع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء، فقال نعم ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وطالما أن نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن قال تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعده أبدا، الله وعترة أهل بيتي وإنهما لن يتفرقا ما لا حتى يردا علي الحوض. فالله عز وجل بيّن أن كتاب الله وأهل البيت عترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هما الاثنان العاصمان لهذه الأمة من الضلال لمن تمسك بهما. فإن كان فهذا عيسى من ليبيا ومن يسير على نهجه إن كانوا حقا يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعليهم أن يدلون من هم عترة النبي قرن رسول الله أسمائهم القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. يعني هؤلاء كيف يتحدثون لا أعرف. نعم. وأيضا الأخ من المملكة العربية السعودية يقول أن الإمام المهدي عليه السلام بدعة خرافة أو شيء. هل رسول الله عندما قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت جورا وظلما، هل هذا حديث خرافة والعياذ بالله؟ يعني نعوذ بالله ما هذا الكلام الذي يتفوهنا به. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس قبل لا يتكلم الأخ علي وقف شوي الاتصالات في بس رواية الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه بعدما بويع قال نحن حزب الله الغالبون وعترة رسوله الأقربون وأهل بيته الطيبون الطاهرون وأحد الثقلين الذين خلفهم رسول الله صلى الله عليه وآله في أمته، والثاني كتاب الله فيه تفصيل كل شيء ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والمعول علينا في تفسيره ولا نتظن تأويله بل نتيقن حقائقه. فأطيعونا فإن طاعتنا مفروضة إذ كانت بطاعة الله عز وجل ورسوله مقرونة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأحذركم لإثقال هتاف الشيطان فإنه لكم عدو مبين فتكونون كأوليائه الذين قال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. فتلفون إلى الرماح وزرا وإلى السيوف جزرا وللعمد حطما وإلى السهام قرضا ثم لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير مال المفيد. الصفحة 349. هذا رد الإمام الحسن عليه السلام، وفي روايات كثيرة لأهل البيت ممكن نستحضرها الأخ. أخواني الأعزاء، طبعا هو هذا اللي أشكل، قال يعني راد يبين من للناس أنه طاعة أهل البيت عليهم السلام. أنا جواب مختصر، والشيخ الله يحفظه متفصل بالجواب هذا النقاط ومطرق لها بالمحاضرات. بس هو هذا إحنا كان كلامنا على شنو، على أنه وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، هل الله تعالى يربط طاعته بطاعة أناس غير معصومين؟ طبعا هو قال أكمل الآية فأن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى رسوله. نعم أخواني الأعزاء، الطاعة هنا هي طاعة مطلقة، الله تعالى يأمرك بطاعتي بطاعة الله ثم الرسول ثم أولي الأمر. وكما ذكر الأخ عبد الله في هذه الرواية هو يريد أن يلزمنا بتفسيره. أولا يعني فردوه إلى الله وإلى الرسول، الرسول صلى الله عليه وآله ماذا قال في أحاديث متواترة عندكم، في أحاديث متواترة لا أقول فقط صحيحة
كتاب الله وعترتي، أو صار رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا مدينة العلم وعلي بابا. فرسول الله صلى الله عليه وآله، الله يرجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله صلى الله عليه وآله يرجعنا إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام وإلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. فكان الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هو الرجوع إلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وأما الإشكال الذي بقي متعلقا، الإشكال الذي بقي متعلقا والذي لم يجيب عليه عيسى الفاروق، وهو هذه الطاعة، الله يأمرك بالطاعة، الله ورسوله وأولي الأمر، هل الله تعالى يربط طاعته بأناس غير معصومين؟ ننتظر الترقيع من عيسى الفاروق. هذا النقطة الأولى. أما النقطة الثانية، هو يمكن أشكل على قضية الإمام صاحب الأمر صلوات الله عليه، وقال الإمام غير موجود. يعني ما أعرف شنو أقول صراحة. يعني شخص يجيك يقول لك إن إحنا ما نؤمن بالله تعالى، يعني السؤال نفسه خطأ. شلون تجي يعني تريد تلزمنا ولأن الإمام غير موجود ونحن نؤمن أن لولاه صلوات الله عليه لساخت الأرض بأهلها، شلون تريد تلزمنا؟ هذا النقطة الأولى. ثم النقطة الثانية، أنا يعني اللي فهمته من الاتصال صراحة كان صوت مو واضح، ولكن اللي فهمته أنه الإمام ما موجود، إحنا ما نرى الإمام. مو كل شيء ما ترى أنك لا تؤمن به، يعني مو كل شيء ما تشوفه أنت ما تؤمن به. ثم هل تنكر وجود الخضر؟ هل تنكر أن الله تعالى رفع عيسى عليه الصلاة والسلام؟ الله تعالى ضرب الأمثال في هذه. أنتم تؤمنون أن الدجال حي، فكيف تؤمن بي يعني الله يمد في عمر عدو من أعدائه، وتنكر أن الله يمد في عمر ولي من أولياء الله، خصوصا أن روايات أمتنا عليهم الصلاة والسلام ذكرت أن عمره الشريف سيطول. فهذه أجواب مختصر، وتستطيعون مراجعة محاضرات سماحة الشيخ الحبيب بين هذا بالتفصيل. نعم أخ عبد. نعم، عندي خالد من الجزائر. خالد السلام عليكم. أخ عبد الله مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا أخي خالد، حياك. أخ عبد الله، أقسم بالله العلي العظيم أنني من السعداء اليوم على هذا الكون، لأنني أتصل بقناتكم المباركة وأريد أن أعلن تشيعي. شوف أنا نقول لك واحد الهاجة عادي نهدلك بالدرجة الجزائرية، ما تفهمنيش هلا، راك فهم المقصود تاعي، حتى ما حتى لا يحدث هناك يعني خلط ويقول لك هذا سني شيعي من العراق ويريد أن يتكلم يدعي أنه. أخي خالد، كيف منذ متى بدأتم البحث عن التشيع وكيف اقتنعتم؟ نعم شوف أخ عبد الله بارك الله فيك، منذ أن كنت صغيرا وأنا لدي نسعة شيعية، لما أنا باحث عن الحق ولست يعني بإنسان مجالد أبحث عن الحق أي مكان، منذ كنت نحكي لك كنت في السنة السادسة عمري 12 سنة، والله قلبي يحترق أكاد أن أبكي، درسنا آية عبس وتولى، قال أنا أستاذنا في مرحلة التعليم الابتدائية عبس وتولى نزلت في رسول الله، والله اشمأز بدني، قلت كيف يعقل أن يكون الرسول يقول هذا الشيء؟ هناك الأمور، كثير من الأمور في مذهب السنة والجماعة التي كنت عليها، والله العظيم لا يحق لرسول الله وحاشاه أن يقوم بها. كنت دائما أقول رسول الله لا يفعل هذا. مثلا الحديث في صحيح مسلم، من اعتز بأزاء الجاهلية فأعظه بهني أبيه ولا تكنه، رسول الله كان يسب، أبو بكر كان يسب ورسولنا الأكرم ويضحك، معاذ كنت أقول لهم أريد أن ألقى نبي بوجه المشرك، مستحيل أن يقوم رسول الله بهذا. بعد أن لاحظت لدي الآن سنتين وأنا أقوم بمتابعة قناتكم المباركة، ويعني ووجدت كل ما يثرج فيها قلبي من تلك الروايات التي يعني تسيء إلى الشخص نبينا الأكرم، يعني مدام شد الشيخ ياس الحبيب فيها قطعا، قلت هذا هو الدين الذي كنت أبحث عنه من ذلك الزمان. والله العظيم يا شيخ أقسم بالله أنا من الجزائر، وليسمع أهل الجزائر وليسمع، أنا من مدينة شطيف التي تحمل رقم 19، أني أريد أن أعلن تشيعي، والجزائر راهي ذكري وهي شيعية، اسم الحسن ما كانش دار أخلى من اسم الحسن أو اسم علي أو اسم فاطمة الزهراء، والمجد الشيعي الحمد لله في مدينة الصغيرة معظم الدكاترة ومعظم المثقفين ومعظم الجامعيين كلهم يعلنون الولاء لسيد الشهداء لعلي بن أبي طالب عليه السلام، ويتبرؤون من أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة.
أحسنت أحسنت يا أخونا يا خالد بارك الله والله فيك. وأنا أطلب من كل شاب أطلب من كل إنسان أنه لا يجادل بالباطل أنه يكتشف الحقائق وحده لا يكون متعصبا والله العظيم والله العظيم الدليل في القرآن أنهم حتى فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله ولا وجدوا فيه اختلاف. عمر بن الخطاب كافر بكلام الله، أبو بكر كافر بكلام الله، عائشة كافرة بكتاب، وآتيهم بالدلائل ولكن على من تتلو زبورك يا داود. أحسنت أحسنت يا أخي يا خالد، قل على بركة الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك ولا له ولا شبيه له ولا نظير، ولا شبيه له ولا نظير، وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا رسول الله، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ومنزه عن كل عيب وشين، ومنزه عن كل عيب وشين، صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله. أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن فاطمة الزهراء سلام الله عليها حجة الله، أشهد أن فاطمة الزهراء سلام الله عليها حجة الله، أشهد أن المعصومين من آل محمد حجج الله، أشهد أن المعصومين من آل محمد حجج الله، برئت إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة، برئت إلى الله من عائشة وحفصة وأبو بكر وعمر وعثمان لعنهم الله، أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار، أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد. هنيئا لكم هنيئا لكم، أبارك لك يا أخي وهنيئا لك ركوب سفينة النجاة. رجاء أخوي الأخ عبد الله على الإيمان. نعم تفضل أخي خالد تفضل. أخ عبد الله يوجد حصة الحمد لله أنني بدأت يعني أتابع قناة فدك، يوجد هناك يعني حصة بعنوان سؤال جريء يقوم بها رشيد الحمامي تبث على قناة الحياة المسيحية. نعم أخي هذا يدمر الإسلام، يعني هو السني السني سيصبح مسيح. أنا الحمد لله أني والله العظيم لو لم أتبع قناة فدك وسماعة الشيخ لأني أنا في أحسن الأحوال مسيحي أو ملحد، أقسم بالله أقسم بالله الحمد لله. أخي خالد أخي خالد بس مرة خصتك. نعم. بس معلومة طبعا هذا اللي ذكرته هذا المدعو هذا يدمر الإسلام البكري، هذا يدمر الإسلام البكري من مصادرهم أجل. ويعني أنا متابع له شخصيا وأنا يعني تقريبا شايف يعني حلقاته أغلب احتجاجاته من كتب البكرية، يشن على رسول الله صلى الله عليه وآله من روايات عائشة، ويشن على رسول الله صلى الله عليه وآله من روايات البخاري ومسلم، فهو لم يأتي بحجة واحدة على الأقل ممكن بحجة مقبولة شيعية. أجل لأني دائما ما كنت أكذبه بيني وبين قراراتي، والحمد نعم. لله أنني عرفت قناة فدق قبل أن أعرفه، لو عرفته مسبقا والله العظيم لأني أصبحت الآن مسيحيا إن لم أكن ملحدا. رجاء اقتراح أن يقوم السيد العلامة المرجع ياسر الحبيب طيب الله ثراه بإعمال يعني سلسلة يرد فيها على كل يعني الحلقات تعم من المنظور شيعة أهل البيت إن شاء الله فوقنا. إن شاء الله أحسنت وأنا لكم من الشاكرين. إن شاء الله ننقل اقتراحك هذا إلى سماحة الشيخ الحبيب وجزاكم الله خير على هذا الاتصال. شكرا خالد. شكرا وختامها شكرا. مسك بارك الله فيك أهلا وسهلا فوقنا. إخواني اليوم شوية حلقة حامية ها؟ الحمد لله والشكر الحمد يعني لله. بهذه الأصوات المباركة والله الحمد صراحة لله. فرحنا جدا، احنا متعودين اعلانات التشيع كلها مع سماحة الشيخ الحبيب يعني حصلنا لنا تشيع على السريع. المهم مو انا وياك احنا ترى صايرين بالواجهة يعني الشباب اللي ورانا كنا يعني طلعناهم من الثواب ثواب كله لكم للمشاهدين والمتبرعين والمساهمين والاخوان اللي ذكرناهم في المرصد اللي معانا دائما في وسائل التواصل الاجتماعي بارك الله فيهم. سؤال الحلقة نعيد سؤال الحلقة اخواني. نعم سؤال الحلقة ما هو رداء الله
عز وجل، ما هو رداء الله عز وجل؟ أخواني الجواب هو في رواية عندنا. نعم أخواني نذكر الجواب تريدون؟ نعم إن شاء الله. الجواب الآن. نعم أخواني الأعزاء، الجواب على هذا السؤال، الجواب هو الكبر. في رواية عن أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن ثعلبة عن معمر بن عمر بن عطاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: الكبر رداء الله، والمتكبر ينازع الله رداءه. نعم، الكبر أو الكبرياء، نقبل الإجابتين، الذي أجاب بالكبر أو أجاب بالكبرياء رداء الله، نقبل إجابتين. أضيفوا معاكم أم محمد خليل هم جاوبت صحيح، فأضيفوا للإجابات الصحيحة، والذي طبعا راح نجري قرعة للذين أجابوا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، والصاحب الحظ السعيد سيحصل على كتاب الفاحشة الوجه الآخر لعائشة، هذا الكتاب القيم لسماحة الشيخ الحبيب، سوف يحصل عليه صاحب الحظ السعيد من الإجابات الصحيحة. حتى في روايات تقول العز رداء الله، هم مو مشكلة، هي لأنها طبعا شغلة، طبعا هي المعلومة احنا نضحها حتى الواحد يبحث ويقرأ في روايات أهل البيت سلام الله عليهم ويعرف دينه، فهم نضيفهم إن شاء الله. الإخوان الظاهر اليوم صاير عندهم إجابات كثيرة، فإن شاء الله نجيبهم كلهم، نضحهم كلهم من ضمن الإجابات الصحيحة، ونجري بينهم قرعة، وصاحب الحظ السعيد إن شاء الله يحصل على الجائزة اليومية اللي هي كتاب الفاحشة الوجه الآخر لعائشة. أنا بعد فترة راح أغير الجائزة من كتاب الفاحشة الوجه الآخر لعائشة، راح أغيرها إلى كتاب آخر، لأن ممكن راح يتكرر معاي الفائزين، ممكن واحد يفوز مرتين وهو حصل على كتاب، فما يصير نعطيه كتاب ثاني، إن شاء الله راح نغير الجائزة. عندنا كتب إن شاء الله أخرى نحصل عليها إن شاء الله، أو يحصل عليها الفائز في هذه المسابقة إن شاء الله. إخواني قبل على ما يجهزون الإخوان، أذكركم أن هذا البرنامج هو فدك بلاس، يأتيكم من يوم الثلاثاء إلى يوم السبت، يعني 5 أيام في الأسبوع، في الساعة 4 بتوقيت غرينتش، الساعة 7 بتوقيت الدول العربية. برنامج منوع وجديد ونقلة نوعية، ونشكر كل الإخوان الذين أشادوا بهذا البرنامج والذين أعطونا اقتراحات لهذا البرنامج نأخذها إن شاء الله بعين الاعتبار. من ضمنهم أحد الإخوان من الكويت قال خصصوا فقرة لشكر المتبرعين، إن شاء الله هذه فقرة راح بعثتها إلى إدارة البرنامج حتى ينظرون فيها إن شاء الله، وجزاهم الله خير الجزاء. نشوف الإجابة والقرعة. نعم الآن القرعة. وليد راشد، وليد راشد هو الفائز بهذه المسابقة. وليد راشد إذن هو الفائز بهذه المسابقة. نشكركم إخواني، إن شاء الله الأخ وليد راشد يحصل على جائزته، يتواصل مع الأخوة. بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نلتقيكم قدا إن شاء الله، وشكرا لكم. شكرا لكم إخواني، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودعوه، في أمان الله تعالى.